بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. كالعاده عندنا متابعات وعندنا اخبار وتفاصيل مهمه جدا. خلينا ندخل في السخن سخن وخلينا نخش على التفاصيل مباشره. الكل متابع الازمه الحاليه اللي ليها علاقه بتعطل النشاط الكروي والنشاط الرياضي في العالم. لحد اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي مفيش اي سيناريو مطروح بوعود بارقام بتواريخ ليها علاقه بعوده النشاطات الكرويه المختلفه في اي حته في العالم كله. كلها مواعيد تقدر تقول بتتحط بشكل مبدئي، انما مفيش حد بيمشي عليها، لدرجه انه الدوري الانجليزي اعلن تاجيله البطوله لاجل غير مسمى، واللي استدعى حتى كمان ان ليفربول وهو بيتكلم على القصه دي اتكلم في جزئيه انه طيب يا جماعه احنا اهم حاجه بالنسبه لنا صحه الناس، اهم حاجه بالنسبه لنا ان الامور تتم بشكل كويس. وعند النقطه دي ولحد دلوقتي احنا ما عندناش سيناريوهات واضحه. اللي انا قلت لحضراتكم طول ما احنا مشغلين هيبقى عندنا متابعات لكل حاجه ليها علاقه بهذه الجزئيه. سكه ودخري موضوع الساعه، بص انا هبقى صريح شويه النهارده زياده عن اللزوم شويه. المواضيع الكروية والرياضية بدأت تقل. بدأت تقل بطبيعة الحال. فلما بيبقى في موضوع يستدعي المناقشة بنناقشه بكل الطرق يعني. إنما خليني أقول لكم أحيانا كتير ممكن يحصل إنك تلاقي موضوع طلع كده على الساحة. إيه؟ طلع ليه؟ تسأل نفسك هو الموضوع ده ايه يا جماعه، في ايه اللي حصل جديد، خش تقلب في الدنيا كلها ايه اللي حصل، الموضوع ده طلع ليه، ما هو مفيش حاجه يا جماعه. فلازم تشغل على طول دماغك ايه اللي حصل، حاسس ان احنا مفيش مواضيع فمش نتكلم في اي حاجه. انا بتكلم على ويل سليمان على فكره، مفيش مواضيع، مفيش قصه. مين وليد سليمان؟ وليد سليمان هو نجم النادي الاهلي اللي جدد عقده من فترة، من أسبوعين. مفيش مواضيع. إيه اللي حصل بقى عشان خاطر الناس تتكلم النهاردة على وليد سليمان وقصة وليد سليمان، ناس في السوشيال ميديا والناس في مش عارفة فين وبتاع. بصوا يا جماعة، علشان أحب أجيب من الآخر سكة ودغري. الأهلي ما بعرفش يجامل حد. تاني كده؟ تاني. الأهلي ما بيعرفش يجامل لعيب. هو احنا طلعنا هنا في المكان ده كنا بنتكلم على حسام عاشور بنقول للاهلي ايه؟ ها؟ طب جامل حسام في سنه. ده احنا عمالين بنقول جامل كابتن فرقه النادي الاهلي اللي قعد 16 سنه بيلعب بفانيلا واحده بس في فانيلة النادي الاهلي، جامله في سنه. صح؟ فالناس تقول لك ايه؟ لا الاهلي ما بيقدرش كده. الأهلي بياخد اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالشكل المناسب، هو عايز اللعيب الجاهز. فنقعد نتكلم في انه يا جماعة كان المفروض يبقى فيه سيناريوهات معينة تتعمل وبناء على السيناريوهات ديت الراجل يبقى موجود لمدة سنة. فالناس تقول لك لا 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 لا، فاحنا نطلع نقول للناس ايه يا جماعة؟ احنا بنتكلم في ان لمدة سنة بس جامله حسام عاشور. فانت هو انت اللي عمال انت تطلع تقول طول الوقت اللي هو انا يعني جامله بس حسام عاشور وكرموه في سنة. هطلع النهاردة اغار قناعاتي واقول للناس اصل الاهلي جامل وليد سليمان؟ ده اسمه كلام لعيب. هو من اكتر اللعيبة المؤثرة هذا الموسم. وليد سليمان لعب له كام ماتش عشان بس حضراتكم تبقوا في الصورة؟ لعب له 24 ماتش، 24 ماتش بتسع اهداف، 24 ماتش ما ابتدهمش اساسي، 24 ماتش ب 800 دقيقة مثلا ولا حاجة مشاركة. ينزل خش يجيب جون، سلام عليكم مروحين. أنا حتى كل ده ما كلمتكش على حجم تأثيره وتواجده في حجم تأثيره وتواجده جوه غرفة الملابس، عشان في ناس عندها قناعات بتبقى مختلفة في الجزئية دي. لكن أنا كل اللي بقول لك عليه حاجة واحدة بس. هو فين الموضوع؟ فين القصة؟ وليد سليمان اللي جدد في أسرع ما يمكن ويجدد دائما وأبدا بأسرع ما يمكن، مفيش أي حاجة ولا فيش أي جدل عليه. ومن النهاردة
هيبقى الاهلي بيجامل وليد عشان يجدد له ويديله ولا ينفع يجامله؟ ده احنا بنقول للاهلي بنتحايل على الاهلي يجامل يدخل سنه العاطفه. امبارح معايا كابتن وائل رياض والناس كلها اللي جوه النادي الاهلي يقول لك بس الاهلي كان بس يجامل بس حسام عاشور. فالنهارده نتكلم على مجامله. الاهلي طول عمره ما بيحطش الحته دي في اعتباراته. اللعيب الجاهز هيتجدد له، اللعيب اللي انا عايزه هيتجدد له، احتياجات الفرقه هيتجدد لها، واحنا اللي احيانا بنلوم النادي الاهلي هو انت ليه ما بتحطش في الاعتبارات موضوع انه في لعيب بذل مجهود كبير، جاب لعب في 500 ماتش، 16 سنه بيلعبهم مع الفريق كذا 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 كذا. الاهلي لما يرد عليك بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ما بجاملش بس بكرم. فلما ما جاملش بكرمه ازاي؟ اعمل له ماتش اعتزال وانا ما عملتش لحد قبل كده، اكرمه بشكل تاني ايا ما يكون بقى. فيقول لك ده الشكل بتاعي، ما جاملش على حساب الفريق. خليك انت يا عم قول وجهه نظرك، احنا مش عندناش مشكله، بس انا في الاخر الاهلي ما بجاملش، انا اكرم اعملها بالشكل الفلاني. فيا جماعه هو فين الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه عشان وليد سليمان اصلا يتم طرح اسمه؟ راجل جدد في ثانيه الا ثانيه، سلام عليكم وعليكم السلام، ما طلبش مليم، ما قالش حاجه، ما قالهمش ادوني 10 ولا 20 ولا 15، وانا مش بقول ان ده صح. يعني انا ما عنديش اقرار ان هو ده الصح وان هي دي الفرضيه الصحيحه في التعاقدات، لانه انا هفهم حاجه واحده بس، يا هنلعب احتراف يا هنلعب عاطفه. فهو الراجل عنده جزئيه العاطفه والانتماء عاليه جدا جدا لدرجه انه قال يا جماعه انا مش اللي انتوا عايزينه حطوه، ما فيش مشكله، حطوا الرقم اللي انتوا عايزينه. فهل انا ده معناه وانا بقول ان وليد عمل كده ان انا ضد اللي بيقعد يتفاوض؟ لا لا لا، مش ضده خالص، لان هي الكوره كده، الكوره بقت كده، طبايع واختلافات. في واحد يقعد يقول لك انا هتفاوض على كذا كذا، هل ده كفر يعني؟ لا 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 خالص، حقه يقعد ويتفق طبيعي. لكن في واحد تاني ما عادش وما اتفقش وما فرقش معاه، حط اللي انت عايزه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ ايوه بسالك، انت قاعد معايا دلوقتي رد عليا، بنتكلم في ايه؟ في ولا حاجه، في لعيب عامل كل المطلوب منه. طب اقول لكم على قصه برضو عشان تبقى معاكم في الصوره، مش ناس كتير تعرفها. وليد سليمان السنه اللي فاتت مع لسارتي، انا وانت وحماده اللي معدي في الشارع عارف ان وليد ما بيلعبش على ارض اصلا ترتان. ليه؟ وليد عنده مشكله في الركبه، اول لما تتحط رجليه على ترتان تحصل له مشكله، يغيب له فيها 3 4 شهور. انا مش بقول لك مثلا حاجه، انا وليد سليمان اساله هيقول لك انا عندي المشكله دي ما بلعبش على ترتان. فراح كان ماتش قدام بطل الجزائر السنه اللي فاتت، فلسارتي قال له طب انت تعالى معايا ومش هتلعب. انا بقول معلومه تعالى معاهم مش هتلعب. فالراجل قال له لا، ما يعني ماشي حاضر، ما اقولش لا جاي، بس هو الناس كلها عارفه والجهاز وكل الناس عارفه ان هو ما بيلعبش على ترتان. احتاج له، ما كانش اتمرن اصلا وليد، ما كانش اتمرن، لا اسمه في التشكيل، العب. ما قالش لا، ما قالوش هتعور، ما قالوش هتصاب، ما قالوش هاصله، ما قالوش فصله، مع ان الناس كلها عارفه ان هو لو لعب هيتصاب، لعب واتصاب وقعد 4 شهور. احنا بنتكلم فيها يا جماعه، مفيش حاجه للنقاش، مفيش حاجه للجدال، يعني مفيش حاجه اصلا مطروحه على الساحه. يعني في امور لما توزنها بعقلك هتلاقيها ماشيه وسهله وبسيطه. وليد لعيب محترم، لعيب عنده امكانيات فنيه محترمه، لعيب عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي وقيمه تواجده في النادي الاهلي والاوقات اللي بيطلب منها، ودي ميزه. وليد مش من نوعيه اللعيبه، هقولها كده باللي هي جايه في دماغي، اللي يقرفك على الدكه. يعني ايه بقى؟ بوز شبرين، لا سامع اللي لعبتش الماتش ده، انا موجود، انا سلاح يا باشا في ايدك، عايز امتى انزل كده انزل، عايز ابقى موجود اجيب جون، هو محضر نفسه. فده له قيمه كبيره. على ذكر اللعيبه اللي من النوعيه دي، عايزكم تفتشوا شويه في الدفاتر، هتلاقوا في لعيبه جت وقعدت في النادي الاهلي وعملت وجابت بطولات، كانت بتخش القايمه وتخرج من القايمه بس ما عليهاش حس، تنزل تلعب وتبقى احسن حاجه وتخرج تاني ما تبقاش موجوده بس ما عليهاش حس. لما تفتكروا افتكروا في مدافع في النادي الاهلي طيب الذكر اسمه محمد نجيب، ابقوا افتكروه بكل خير، لانه ده نموذج
من النماذج المميزة جدا جدا اللي للأسف ما أخدش حقه على الإطلاق، لا جماهيريا ولا إعلاميا. محمد نجيب ده أنا لما بقعد أبص في تشكيلات النادي الأهلي في السنين اللي فاتت لما كان موجود في النادي الأهلي وأشوف قد إيه الراجل ده كان بيتركن يخش التلاجة وتنساه، ولا تفتكر هو في لعيب في النادي الأهلي اسمه محمد نجيب؟ فجأة مرة واحدة تلاقي فرة إصابات في خط ظهر النادي الأهلي تلاقي محمد نجيب ما موجود، أكنه موجود. شفت إزاي؟ ففي نوعية من اللعيبة دي خليك دايما اديها حقها حتى لو هي ملهاش تواكل. طيب نخش بقى في التفاصيل اللي تبسط والتفاصيل اللي تفرح. يعني امبارح انا كنت بتكلم مع حضراتكم في جزئية ليها علاقة بانه هي فين الاندية بتاعتنا، طيب هي فين اللعيبة بتاعتنا، فين المساهمات، فين التبرعات. ناس كتيرة بدأت تقولك لا في تبرعات في حاجات وفي شغل وفي ناس بتعمل حاجات محترمة. النهاردة بيراميدز، نادي بيراميدز بيعلن التبرع بنص مليون جنيه او ب500,000 وحدة طبية، عشان ابقى دقيق يعني 500,000 وحدة طبية لصالح المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا. اكيد هيبقى الرقم اغلى من ال 500,000، اغلى من الرقم اللي انا ذكرته بالمقابل المادي. يعني السيد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي اعلن عبر صفحته على انستجرام انه النادي بالكامل قرر التبرع ب500,000 وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد. ده تصرف حميد لازم نستحس عليه كل لاعبينا وكل من هم في المنظومة الكروية والمنظومة الرياضية. على ذكر هذا الأمر أنا معايا على التليفون واحد من كباتن نادي بيراميدز، واحد من الأسماء المحترمة جدا جدا في كرة القدم، نجم منتخبنا الوطني كابتن عمر جابر. يا كابتن عمر أهلا وسهلا بيك ومساء الفل. يا كابتن عمر حبيبي يا نجم النجوم مساءك زي الفل، وسعداء جدا جدا بالمبادرة وسعداء بمداخلتك معنا. حبيبي يا هيم والله ده انا السعيد جدا اللي انا معاك وببقى مبسوط اللي انا معاك على طول. طبعا ربنا يخليك يا رب. كلمني بقى عن المبادره وجات منين الفكره وال500 الف وحده طبيه المقدمه من نادي بيراميدز، واللي هيتم التعامل سريعا جدا جدا عشان تبقى موجوده في المستشفيات المصريه وفقا لحاجتها. والله يمكن من امبارح او اول امبارح الاداره اتكلمت مع كابتن عبد الله السعيد كابتن الفرقه عن المبادره وكده. طبعا لما كابتن عبد الله بلغ اللعيبه كلها رحبت جدا بالمبادره دي. واجب علينا كلنا طبعا ان احنا نعمل حاجه زي دي في التوقيت اللي زي ده، التوقيت الصعب اللي احنا فيه. فلما طبعا الاداره بلغت كابتن عبد الله بلغنا كلنا طبعا رحبنا جدا وقلنا لهم طبعا ما فيش مشكله لو في كمان اي حاله واي اسر محتاجه اي حاجه طبعا احنا مش هنتاخر عليها خالص. واعتقد ان دوت واجب على اي حد مصري او اي شخصيه مشهوره اللي هي تعمل الحاجه دي، اللي هي تحس على الناس يعني اللي هي برضو المفروض نعمل الحاجه دي في التوقيت الصعب اللي احنا فيه دلوقتي. صحيح. ده يخليني اسالك بقى وجاوبني بصراحه، ليه المبادرات اتاخرت شويه؟ اللعيبه المصريه بتاعتنا اتاخرت شويه في موضوع المبادرات اللي من النوعيه دي. انا عارف انه في لعيبه كتير كانت بتعمل التحديات المتعلقه بكفاله اسره او اكتر على حسب الاحتياجات، انما ما شفناش مبادره كبيره قوي زي المبادره اللي عملها بيراميدز بهذا الشكل. والله يمكن زي ما انت بتقول يا ابراهيم، يعني يمكن في التحدي اللي اتعمل اعتقد اول واحد بدا بيه سعد سمير. ايوه. وفي لعيبه كتير شاركت فيه الحمد لله، كانت برضو انا شايف ان هي كانت حاجه ايجابيه جدا في التوقيت اللي زي دوت. بس يمكن لما تكون حاجه اكبر من كده بكتير بتبقى محتاجه مسؤول اللي هو يبلغ اللعيبه. بالظبط. ممكن ما تجيش من لعيب لوحده، لما تيجي مثلا من مجموعه كمان بتقدر تجمع مبلغ اكبر بكتير. فانا شايف اللي هي كانت حاجه كويسه جدا واحنا انبسطنا بيها جدا كلنا من اللعيبه. وان شاء الله يعني لو في حاجه تانية برضو نقدر نساعد فيها ان شاء الله هنبقى موجودين باذن الله. برافو عليك والله. طب ال 500,000 وحده طبيه دول تستدعوا مثلا خصومات قد ايه من تعاقداتكم او من الارقام بتاعتكم؟ كام في الميه؟ 10%، 5%، 2%، كام مثلا؟ هم بصراحه كانوا بيتكلموا من 10 ل 20%، بس هم لسه بيظبطوها يعني. من 10 ل 20% من كل لاعب على حسب ما ال 500,000 وحده تتطلب وتتكلف، مظبوط كده؟ بالظبط يا ابراهيم. صحيح. طيب ايه الرساله اللي انت عايز تقولها للناس في الظروف الصعبه دي؟ وانا ملتزم معاك التزام
ادبي جدا جدا انه هذه المداخله هنتكلم فيها بره عشان الناس تبقى عارفه، لان انا ده انا بحترم جدا جدا ضيوفي واقدرهم جدا جدا، هناك التزام ادبي بيني وما بين الكابتن عمر انه احنا هنتكلم بس عن المبادره ولن يكون هناك اي تطرق لاي احاديث اخرى، وطالما ده انا بقوله على الهوى لانه تقديرا لهذا الرجل وهذه الشخصيه المحترمه، انا بعز عمر جدا جدا وبحترمه، وعمري ما هخالف الكلام اللي انا بتكلم فيه مع ضيوفي بره الهوا او جوه الهوا او حتى اعرضهم لاحراج، ولو ان انت بالنسبه لنا بتبقى ايه مصدر مهم جدا، عمر جابر معاك وعنده اسئله كتير تسالها له، بس لا انا عمري ما هعمل كده. فخليني اسالك بقى، ايه الرساله اللي انت عايز تقولها للناس؟ لا انا طبعا بشكرك يا ابراهيم على الكلام اللي انت قلته دلوقتي. طبعا اول حاجه تشرف ليا اللي انا معاك، كنت محترمه جدا اللي انا بحبها وبقدرها. الله يعزك وربنا يديم المحبه ان شاء الله والمعرفه يا رب. ربنا يخليك. عايز تقول ايه لجماهير مصر بقى كلها؟ يعني طبعا احنا في وقت صعب، العالم كله في وقت صعب. يمكن انا شايف بدا في وعي من المصريين بشكل كبير الفتره اللي فاتت. بنتبع تعليمات يمكن كانت جديده علينا شويه، مش متعودين عليها. لا بس الناس انا شايف اللي هي تاقلمت بسرعه كبيره وبسرعه على طول يعني. فانا شايف الحمد لله ان احنا ان شاء الله يعني نلتزم، او المعلومات اللي وزاره الصحه بتقولها والمسؤولين بيقولوها لازم نلتزم بيها. ونقعد في البيت على قد ما نقدر، وهم اكيد ادرى مننا بالمعلومات او بالحاجات اللي احنا المفروض نعملها. صحيح. وان شاء الله الناس تتعي بس، وباذن الله الموضوع يعدي على خير وما يطولش، وان شاء الله يعني خير باذن الله. الواحد متفائل ان شاء الله ان ربنا هيعدي الازمه دي على خير علينا كلنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عمر، وبتمنى لك كل توفيق وسعيد بهذه المبادره، وان شاء الله باذن الله الجميع يحزو حزو هذه المبادره. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عمر جابر. هقول بس نقطه مهمه جدا عشان نبقى مع بعض في الصوره. طبعا هو بالنسبه لنا فكره انه كابتن عمر جابر يبقى موجود معانا على الهواء، تساله بقى طب انت الزمالك، طب اللي هتحصل، طب هيروح، طب هيجي، انا عارف انه ده بيبقى مهم، بس صدقوني والله الاهم من ده هو طرح هذه المبادره. انا ارتقيت لما بقارن حتى ما بين ده وما بين ده، ارتقيت انه فكره ان احنا نستحس اللعيبه بتاعتنا، وان احنا نشد على ايدين الناس، وان احنا نتكلم في الجزئيه دي. هتبقى هي دي الجزئيه الاهم في التوقيت ده. صدقوني مش كل حاجه بيبقى دايما ليها علاقه بانه الاهلي والزمالك والاخبار اللي بنوعيه دي اخبار بيتم تداولها ويتم انتشارها، والناس بتبقى عايزه تعرف المعلومه اللي في الجزئيه دي، بس صدقوني في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده يبقى ايد على ايد وكتف على كتف، او كتف في جنب كتف وظهر في وكلنا في ظهر بعض، علشان بس نبقى قادرين نحافظ على الجزئيه اللي ليها علاقه بانه نساعد بعض ونساند بعض ونقف جنب بعض. المبادره دي بالشكل ده هتبقى حاجه كويسه. وقبل ما اروح للفاصل، لو قدامي بس نص ثانيه، بشكل شخصي يعني، بشكل شخصي من يقدم هذا البرنامج؟ ارى نفسي لا اقدم اي شيء امام المجهودات اللي بيقوم بيها دكاترتنا وممرضينا جيش مصر الابيض. انا لما الناس بتسالنا مثلا بتقول لنا انتوا بتنزلوا، وانتوا ليه بتنزلوا، وانتوا بتشتغلوا، فانا بيبقى عندي رد والله العظيم صادق فيه وبنسبه 100%. كل المطلوب مننا احنا بننفذه علشان الناس تبقى قاعده في البيت. انا بيطلب مننا ننزل علشان لو عندنا دور قد كده حضرتك ممكن تتخيله كبير تتخيله صغير على قد تخيلك، احنا بس بنبقى عايزين انه التنوع اللي موجود في الشاشات. انت راجل مهتم بالكوره ومهتم بالرياضه، فانا موجود تحت امرك في خدمتك. جنبي زميلي في القناه الفلانيه بيتكلم في المجتمع وفي السياسه، تحت امرك وفي خدمتك، علشان تبقى انت قاعد عندك كل حاجه. زميل اخر اعلامي بيشتغل في الفن، صدقني برضه هو موجود تحت امرك وفي خدمتك. احنا شغالين خدامين عند المشاهدين بتوعنا. ده رقم مهم بالنسبة لي أنا، حتى كمان بتكلم على لساني أنا الشخصي. ما بقومش بأعظم حاجة، يعني قد يكون دوري ده هو أقل دور خالص في الدنيا يعني. دور الدكاترة أعظم بكتير جدا جدا في هذا التوقيت. دور رجال الشرطة اللي موجودين في الشوارع دلوقتي علشان تطبيق الحظر، عشان هم خايفين على الناس، أعظم بكتير جدا جدا من اللي احنا بنقوم بيه. دور ابطالنا في القوات المسلحه اعظم بكتير جدا جدا من الدور اللي احنا بنقوم بيه، بس صدقوني احنا لما بنقول لكم يا جماعه اقعدوا في البيت، والله ما بنبقى بنقول لكم اقعدوا في البيت واحنا مبسوطين ان احنا موجودين هنا لاسباب ليها علاقه. احنا بننزل، الناس بتسالك يقول لك طب ما انت بتنزل. انا لو بنزل عشان اعمل الدور الصغير اللي قد كده، اللي مهما كبر او مهما شفته من وجهه نظرك اي حاجه، بس هو بيبقى له سبب عندنا، سبب له علاقه بان احنا عايزينك تبقى موجود في البيت، عايزين نحافظ عليك عشان تبقى الرؤية
واضحة. روح لفاصل وبعد الفاصل متواصلين معكم. لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة، وجت فقرتنا علشان نروح لسكايب ونتابع مع حضراتكم. دايما بيكون معانا نجم من النجوم، اما في قضية او في تفاصيل جديدة. انا معايا عبر سكايب مستر ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا. مستر ميتشو اهلا وسهلا بيك، وبرحب بيك في برنامج جمهور التالتة عبر شاشة اون تايم سبورتس 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm really honored, please. انا تشرفت واشعر بفخر كبير ان اقابلكم اليوم ومع كل جماهير المصرية، لانني احترم المصريين ومصر وكرة القدم المصرية. ولك في مثل هذا الاحترام احترام مماثل وكبير جدا جدا من الكرة المصرية ومن جماهير مصر. وخليني مباشرة اسالك رأيك وتقييمك للفترة التي قضيتها هنا في مصر، وتحديدا في تدريبك لواحد من أكبر الأندية في إفريقيا وفي مصر، وهو نادي الزمالك. كان هذا شيء عظيم جدا أنني كنت مدرب للزمالك، وأنا سعدت جدا لوجودي مع الزمالك وتأهلنا لمرحلة المجموعات مع الفريق بعد فترة طويلة، وكانت تجربة عظيمة جدا أنني عملت مع لاعبين رائعين جدا وإدارة محترفة، وقابلت عدد كبير من المدربين الرائعين بالإضافة إلى جماهير الزمالك التي تحب كرة القدم. وأقول أن هذه الفترة أو أطلق عليها أنها جامعة الحياة في كرة القدم، حيث تعلمت الكثير عن هذا الشغف المصري لكرة القدم وهذا الحب والشغف الذي يشعر به الزملكاوية نحو فريقهم وهؤلاء الناس العظماء الذين علموني الكثير في دروس الحياة وكرة القدم، وأنا ممتن لهم جدا على هذا الوقت العظيم. طيب ده خليني أسألك مباشرة، إذا عرض عليك التدريب مرة أخرى بعد انتهاء مهمتك مع منتخب زامبيا، إذا عرض عليك التدريب في مصر، هل يوافق مستر ميتشو مجددا أم لا؟ أولا أنا شعرت وأنا في مصر وكأنني في مكاني وكأنني سمكة في مائها، لأن الجو العام كان رائعا وهذه الثقافة الرائعة الموجودة في مصر، والمصريون مرحبون وودودين جدا ولديهم شغف كبير بكرة القدم، وأي إنسان فما بالك بمدرب كرة قدم أن يكون جزء من هذه القصة العظيمة لكرة القدم. الناس هنا في مصر يأكلون ويشربون ويتنفسون كرة القدم. أنا أتمنى أنني أثبت أنني مدرب ذو قدر وذو قيمة، ولدي كل ما لدي أن أقدمه لكرة القدم المصرية وأن أستكمل ما بدأته. صحيح. طيب خليني أسألك مباشرة مستر ميتشو، في فترة بدايتك مع نادي الزمالك شهدنا مستوى رائع ومميز للزمالك، خاصة في نهائي الكاس أمام بيراميدز بأداء الكل استشعر أنه ميتشو مع نادي الزمالك سيحقق نجاحات عظيمة وكبيرة. ما الذي حدث بعد هذا اللقاء تحديدا، بعد هذه الحالة من التوهج أمام بيراميدز ومكسب بطولة الكاس؟ أولاً
لم أكن أبدا أبحث عن أعذار أو أن أعلق أخطائي على شماعة الآخرين. كل شيء جيد سأعود به إلى اللاعبين الرائعين وطاقم التدريب الداعم والإدارة التي كانت تدير لكل شيء. حدث خطأ بعد ذلك سأتحمل مسؤوليته كاملة، لأن كان لدينا مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالإصابات وكل اللاعبين الذين يلعبون باستمرار 59 مباراة مستمرة، ومن شارك فيهم في بطولة الأمم الإفريقية، مع لم نقضي فترة إعداد بالشكل المفهوم وندخل في المسابقات مباشرة ولم نصل إلى مرحلة النضج الكبيرة في اللعب والدخول في المنافسات القوية لكرة القدم. ولكنني سعيد جدا أن الزمالك قد أظهر مؤخرا أنه تحسن كبير بشكل كبير وفاز بكأس السوبر المصرية وكأس السوبر الإفريقية ووصلوا للمستوى الذي كان ينبغي أن يصلوا إليه. ولكن أنا كنت موجود معهم في مرحلة انتقالية بعد فوز بكأس مصر. الفريق كان يدخل منافسات كبيرة وهامة، وهنا أنا علي أن أوجه التهنئة للاعبين والمدير الفني وطاقمه التدريبي، وأهنئ الإدارة وخاصة الجماهير الذين شجعوا النادي للحصول على هذه البطولات. هل يشعر مستر ميتشو أنه كان يحتاج مزيد من الوقت مع الفريق لتحقيق إنجازات كما يحدث الآن من إنجازات حققها نادي الزمالك وذكرتها مشكورا وهنأت عليها إدارة الزمالك وجمهور نادي الزمالك ولاعبو نادي الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري ثم مباريات مهمة جدا في دوري أبطال إفريقيا؟ كنت أود أن أقول أنني استمريت في علاقة قوية ووثيقة مع اللاعبين والإدارة الفنية والجماهير والإدارة النادي، وأنا كنت أرتدي طاقم المدرب وطاقم اللاعب وأننا أعطي كل شيء للزمالك. وعندما توقف الأمر عن استمراري كمدرب استمريت كمشجع للفريق، وأنا أرى نفسي سعيد جدا أنني لازلت أرتدي هذا التيشيرت الخاص بالمشجعين. توجيه التهنئة للطاقم الفني وإدارة الطاقم الفني واللاعبين ووصولهم لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. دعونا ندعي لكي يزول هذا الموقف السيء لكوفيد 19 أو كورونا فيروس. إن شاء الله فيما حلول شهر يونيو نتوقع أن يتم لعب مباريات الدور قبل النهائي، وأنا أدعو لكي يصل الزمالك إلى المستوى التنافسي الكبير المأمول وأن يصل إلى النهائي. هل تعتبر نفسك مشجعا زملكاويا مستر ميتشو؟ أود أن أجعلك تعلم شيئا ما. أنا أشجع كل مكان كنت ألعب فيه. الآن أنا أشجع زامبيا بنسبة 200%، وملتزم مع الكرة الزامبية بنسبة 200%، وأدعو أن نصل إلى الفوز ببطولة أمم إفريقيا القادمة كما حدث في 2012. كل دولة كنت فيها، أنا فزت ب17 بطولة في سنوات عمري التدريبية، وأنا أحترم كل الأندية أو الفرق التي لعبت دربتها، وهذا يرجع إلى تنشئتي الطيبة، وأنني أبدا لا أعض اليد التي امتدت إلي.
كل الزملكاوية من مشجعين وطاقم فني وإدارة هم أصدقاء شخصيين، وأنا أدعو لهم دائما بالتوفيق، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل. ربما سأكون منافسا لهم في يوم ما، ولكن عندما أكون منافسا لهم وإذا حدث هذا سأحترم كوني منافسا وسأحترم وسأحاول أن أتفوق عليهم. خليني أقول لك على معلومة قد لم تكن تصل إليك بأي حال من الأحوال. منذ عدة أيام كان ضيفي هو كابتن أيمن عبد العزيز، لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب الذي عاونك في الجهاز الفني، وعندما ذكرت اسمك لكابتن أيمن عبد العزيز قال نصا أنك كنت واحدا من أهم المدربين الذين جاءوا إلى نادي الزمالك وتركوا له مساحة من الفرصة لإعطاء وجهات نظر، وتحدث عنك بشكل إيجابي. هذا ما يدفعني للحديث عن علاقتك بالطاقم التدريبي وعلاقتك باللاعبين، ومن هم أبرز اللاعبين من وجهة نظرك؟ أفضل لاعبي في أفضل لاعبين في الكرة الإفريقية هم الذين كانوا في وداعي ليلة أمس، وهذا أفضل تكريم كان لي. كنت مع أورلاندو بايرتس أو الزمالك أو في أوغندا، حتى ولو لم أكن معهم أنهم يعبرون دائما عن احترامهم لي، وهذا لاعب عادل. كما أقول عن أيمن عبد العزيز أنه كان أسطورة كرة قدم في تركيا وكان يلعب مع أعز أصدقائي، وهو أيضا لعب مع المنتخب الوطني المصري وأعطى أفضل ما لديه أيضا للزمالك كلاعب، وأيضا هو مدرب عظيم جدا وأنا أحتفظ به في مكان عظيم في قلبي في أيما كان ما يفعله وأينما كان. أنا أدعو له دائما بالتوفيق، وأنا أعرف أن لديه قيم إنسانية كبيرة وقيم فنية كبيرة. أنا أتوجه إليه بالتحية وأقول له يا سلام يا كابتن أيمن. السؤال التالي متعلق برؤيتك الفنية للاعبي نادي الزمالك. من اللاعب الذي تجده من وجهة نظرك يصلح للاحتراف الأوروبي من ضمن مجموعة لاعبي الزمالك؟ اختار اسم أو اسمين كيفما شئت. أولا عليك أن تعرف أن هذا شيء صعب جدا. كل لاعب له مكان عزيز في قلبي، لأن كل واحد فيهم لديه مكان عظيم في قلبي. مع فوزهم بكأس السوبر الإفريقية قد أظهروا إمكانياتهم. كل لاعب فيهم يلعب في نادي الزمالك أيما كان عمره أو خبرته لديهم مكان في أفضل 5 دوريات في أوروبا، ولكنني للأسف أن بعضهم لم يذهب للاحتراف في أوروبا في وقت مبكر عن هذا، لأنهم الآن كانوا من الممكن أن يصلوا إلى مستويات عالية جدا. ولكن أقول أنني أتقدم بالاحترام لكل اللاعبين، وأقول أن اللاعبين الذين يقودون الفريق والذين يشكلون العمود الفقري للفريق، وهو سواء في الدفاع أو في خط الوسط مثل فرجاني ساسي وطارق حامد الذين يقودون خط الوسط، وهو خط الوسط الهجومي الذي يقوده أشرف بن شرقي وزيزو وآخرين، أقول أن أنا أؤمن شخصيا أن محمد مصطفى لديه مستقبل مشرق جدا،
ليس لنفسه فقط ولكن للفريق المصري أيضا، لأنني أتذكر أنني عندما كنت أتحدث عن ستيفن جيرارد أنه أراد أن يضمه إلى فريق الرينجرز، كما أن هناك لاعبين آخرين يرشحون لمثل هذه الأشياء، ولكن أقول عليه أن يخدم الزمالك بشكل أفضل من هذا، لأن الزمالك مؤسسة قائمة بذاتها وليس مكان لتسويق اللاعبين. لابد أن لكي تنتقل إلى المستوى التالي أو تنتقل إلى مستوى آخر يجب أن تؤدي أفضل ما لديك لنادي الزمالك. إن عليهم أن يؤدوا أفضل ما لديهم للزمالك حتى يتأهلوا لأوروبا. نتمنى بعد مرحلة فيروس كورونا أتمنى أن يفوزوا في الدور قبل النهائي في دوري الأبطال الإفريقي ثم يفوزون بدوري الأبطال الإفريقي. هذه أمنياتي لهم. مستر ميتشو، الحقيقة أجد أمام كلامك واقعية شديدة واحترام وتقدير كبير لجماهيرية نادي الزمالك ولإدارة نادي الزمالك، ومن ثم حتى كمان حديثك عن اللاعبين، فالجزئية دي الحقيقة أنا بحييك عليها بشكل شخصي. خليني أنتقل للحديث حول منتخب زامبيا. ما هي أهم أهداف مستر ميتشو مع منتخب زامبيا خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد زوال فيروس كورونا؟ كنت أقوم بخطة كبيرة في طريقة فنية لأوغندا على طويلة الأمد مع أوغندا، وربما كانت هذه الخطة كانت ستنجح بعد، ولكنني تركت أوغندا للتدريب أورلاندو بايرتس. كان من الممكن أن أفوز على مصر ونذهب إلى كأس العالم، ولكن أورلاندو بايرتس ذهبت إلى أورلاندو بايرتس، ولكن مصر فازت على أوغندا وذهبت لكأس العالم. وفي هذه الحالة دائما لدي خطة فنية شاملة لزامبيا، وهي خطة مستقرة جدا. زامبيا فازت بكأس الأمم الإفريقية 2012 مرتين، وصلوا إلى النهائي، وهو فريق كرة قدم عظيم جدا، لديهم كثير من الشغف والطموح، ولدي وربما أقارنهم بالطموح والشغف المصري. ونحن الآن نبني هذا الفريق الذي سيصل بنا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وقد شكلت فريق جيد سيشارك في هذه البطولة، وربما هذا الفريق الذي يحتوي على الكثير من المواهب سيظهر قدراته. وأنا اخترت على أسس احترافية ومتوسط أعمار الفريق 24 عام. أقول أننا نريد أن نعود إلى كأس الأمم الإفريقية، ونريد أن نصل إلى كأس عالم 22 في قطر. أنا لا أنام ليلا ونهارا وأعمل بمنتهى الجدية، أعمل نهارا وأقضي الليل مستيقظا، وأسعى بشكل قوي لكي أطور مستوى اللاعبين. لدي لاعبين يلعبون في ريد بول سالزبورغ وفي بلجيكا وفي روسيا، ونريد أن نبني هذا الفريق الذي سيعيد زامبيا إلى مصاف الدول الأفضل في كرة القدم. هذه هي مهمتي، وهذا ما يدعمني فيه الطاقم الفني وإدارة الاتحاد الزامبي وكل المسؤولين عن أو المعنيين بالفريق الزامبي. لدي لاعبين موهوبين جدا هنا، وأود أن أقول أنني أدرب بعقلية من يخلق اللاعبين أو يصنع اللاعبين، وأحلم بأن بوصول إفريقيا بأحلم بالوصول إلى كأس الأمم الإفريقية والفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى كأس العالم في قطر 22. هذه هي الأهداف. لدي شغفي، لدي اهتمامي بكل عناصر اللعبة، وأتمنى أن أحقق كل الأهداف الاستراتيجية التي لدي لكي أجعل زامبيا من أهم الدول الإفريقية في كرة القدم.
صحيح. بسألك على رأيك في منتخبنا الوطني المنتخب المصري وفرصه في المراحل المقبلة، سواء في التأهل لكأس العالم أو حتى في التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية. أولا أريد أن أقول أن في يوم من الأيام كنت منافسا لحسام البدري، ورأيت الطريقة التي يدير بها الفريق، كما أنني تابعت أسلوب جاري في البطولة الأمم الإفريقية، أنه بنى الفريق على لاعبين ذوي موهبة كبيرة. أنا متعاطف تماما مع كرة القدم المصرية، وأتمنى بعد زوال كورونا أن نلعب مباراة ودية مع المنتخب المصري. أنا أعرف أن مصر لديها نقطتين من مباراتين، ومع وضع هذا في الأذهان الأهم هو أن تفوز في الباقي. بالتأكيد يجب على مصر أن تصل وتكون مقنعة في وصولها إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون. بالإضافة إلى ذلك، على التوازي مع ذلك، يجب على مصر أن تسعى للتأهل إلى كأس العالم المقبلة، وخاصة بعد أنها وصلت إلى كأس العالم السابقة ليس بمحض الصدفة، ولكن بالمواهب المصرية وبالعزيمة المصرية. وأنا أؤمن تماما أن مصر مؤهلة تماما لكي تصل إلى كأس عالم قطر 2020، ومع وصولهم إلى ومن الممكن جدا أن تحدث. أما في هذه إذا واجهوا زامبيا فقط في طريقهم فإنهم لن يتأهلوا، لأنني سأحاول دائما أن أفوز على الفريق المصري لكي أتأهل أنا، ولكن إذا كانت مصر تواجه دولة أخرى سأكون مشجع للفريق المصري. مستر بيتشو، آخر سؤال، وبشكرك جدا على سعة صدرك. من هو اللاعب الذي كان مستر ميتشو يتمنى وهو مدربا في الزمالك أن يضمه وهو متواجدا، هذا اللاعب متواجد في صفوف النادي الأهلي؟ من اللاعب اللي في النادي الأهلي كنت تتمنى أن تضمه إلى صفوف الزمالك؟ أريد أن أكون أمينا معك. أفضل لاعب في الزمالك هو روح الفريق. أن أنت تدخل غرفة تغيير الملابس وكل اللاعب نجد أن أفضل لاعب سيكون هذا الفريق، هو أو روح الفريق هو البطل، هو الأفضل. وأتمنى أن يستمر الزمالك في تحليه بهذه الروح، وأن يتحلوا باللياقة البدنية والذهنية والوعي التكتيكي والتنافسية التكتيكية. الصعب جدا أن أقول أي لاعب أريد أن أضمه، ولكن أفضل لاعب في الزمالك هو، عندما أتحدث عن الأهلي أتحدث عنه بغاية الاحترام للنادي الأهلي، لأن ليس هناك كرة قدم قوية، ولا يوجد زمالك قوي بدون أهلي قوي، ولا يوجد أهلي قوي بدون زمالك قوي. هذه التنافسية بين الفريقين هي التي تعطي الطعم والمذاق لحياة كرة القدم في مصر، في وجود بيراميدز وفرق أخرى. هذه بيئة تنافسية جميلة تظهر الأفضل في كل شيء، ولكنني لن أضيف أي لاعب من الأهلي إلى الزمالك لكي أختار. عندما كنت مديرا فنيا للزمالك، لأنني لدي كل المواهب الممكنة في الزمالك، ولكن مع كل الاحترام لفريق الأهلي الذي لديه لاعبين رائعين يدربهم زميل محترم ويؤدي بشكل طيب جدا،
حقيقة أنا أتطلع إلى زيادة المنافسة بين الزمالك والأهلي، وأعتقد أننا سيكون لدينا الفرصة لنرى نهائي في دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أن يحدث هذا أينما كنتم يا أصدقائي في كرة القدم في مصر، وأينما كنتم ابقوا أقوياء، ابقوا آمنين، وابتعدوا عن كل ما هو مصدر لكورونا فيروس. واليوم وفي هذا الوقت الإنسانية بالكامل تم توجيه إنذار لها، كرت أصفر من كورونا، أن نحافظ على تلك المسافة الاجتماعية وأن نبقى في منازلنا وأن نفوز ونحقق الفوز على هذا الخصم المسمى كورونا فيروس، ونعطيه نحن الكارت الأحمر، لأن حتى تعود كرة القدم مرة أخرى مصدر لسعادتنا في كل أنحاء هذا الكوكب. مستر ميتشو أنا بشكرك شكرا جزيلا، أنت شخصية عظيمة جدا جدا، وطريقة حوارك وحديثك تحمل تقدير كبير لكل ما هو مصري، وتقدير كبير للإنسانية، وأيضا تقدير لا يمكن إغفاله لكل ما يتعلق بالقميص الأبيض وبنادي الزمالك. حتى في حديثك عن الغريم التقليدي النادي الأهلي كنت محترما وكنت ودودا ولبقا للغاية. خالص تحياتي مستر ميتشو، بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا كابتن، سمعتها، شكرك شكرا جزيلا. هنحاول نسمع بس قدر المستطاع، انه صوت مستر ميتشو قليل جدا جدا جدا، انا مش بسمع غير صديقنا العزيز المترجم. يا ريت تقولوا لي اسمه يا جماعه عشان نشكره على الهوا على تواجده. مستر محمد فؤاد بشكره شكرا جزيلا لتواجده معانا ولترجمته الأمينة في كل ما يتعلق بحوارنا مع مستر ميتشو. أنا بحترم جدا الشخصيات اللي بتحط حدود وبيبقى دايما عنده لباقة وعنده اتزان. مستر ميتشو من الشخصيات المحترمة، أنا ببقى مركز جدا جدا في حواري مع كل ما هو أجنبي ومع كل ما هو يعني جاء ضيفا عزيزا هنا إلى مصر، بقى مركز جدا جدا في الشخصية وفي الكلام وفي طريقة تأثره ووجوده هنا. وعايز أقول لكم على حاجة، في نوعية أسئلة تانية أنا ممكن كنت أسألها على فكرة، نوعية أسئلة تانية خالص 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 في ذهني وأقدر أسألها وأقدر أجيب منها عناوين كتيرة جدا جدا، بس صدقوني برضو القيمة اللي هتطلع من الحوار هتبقى أفيد لو شفنا قد إيه الراجل بيقدر الناس وبيحترم الناس وبيتكلم عننا كويس. حط تحتها مليون خط، تقدر اطلع عناوين كتير جدا جدا وتروح في حته تانية خالص، بس مش هتبقى بنفس الاسلوب ولا بالطريقه اللي الراجل طلعنا فيها كلنا السما، طلعنا بالشعب المصري الودود وطريقه تعامله هنا باللاعبين المصريين، بيتحدثوا عن مصطفى محمد وقد ايه انه هو لعيب مميز، وانه عارف انه ستيفن جيرارد اسطوره ليفربول والمدير الفني لرينجرز طلبوا ان هو يكون موجود معاه في الفريق. عجبني جدا انه قال انه الزمالك مؤسسه كبيره، انت مش بتلعب في نادي الزمالك ده تبقى شويه كده وبعدين تروح نادي تاني، ادي اللي عندك كله لنادي الزمالك وبعدين روح لتجربه احترافيه. هذا الرجل جاء لفترات قليلة جدا جدا في مصر، ولكنه عارف طباع الشعب المصري وعارف طباع الجماهير سواء الأهلوية منها أو الزملكاوية، فخالص تقديري واحترامي لمستر ميتشو. طيب نرجع تاني للكلام اللي كنا بنقوله في جزئيات المتعلقة بالمبادرات الطيبة. كنا بنتكلم وكان ضيفي هو الكابتن محمد عمر، أعتقد من كان يوم الأربعاء، يا رب إن لم تخني الذاكرة يعني، كان يوم الأربع، وكنا بنتكلم عن المبادرات اللي ممكن تخرج من اللعيبة. نهاردة نادي الاتحاد السكندري ورئيسه بيشكر الجهاز الفني بالكامل، لأنه الكابتن طلعت يوسف وهي طبيعية جدا لما بتخرج من قيمة زي قيمة الكابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت الحقيقة يعني في الحلقة اللي شرفنا بيها وكان موجود معانا قدم لنا نموذج رائع رائع جدا جدا في كل حاجة اتكلمنا فيها، في الرؤية وفي الطرح الفني وفي الطرح المعنوي والبدني والحديث عن الفيروس وتعاملات الناس تبقى عاملة ازاي والكورة ترجع ازاي. طرحه كله كان موضوعي جدا جدا، لحد هذا اليوم الناس تتحدث عن أصداء هذه الحلقة.
فكابتن طلعت يوسف النهارده الاتحاد السكندري ورئيس نادي الاتحاد السكندري بيشكر الكابتن طلعت يوسف لانه قرر ان يخفض راتبه بنسبه 50% هو ومجموعه العمل بالكامل، كما لو انه بيضع هذا الامر تحت تصرف النادي للانفاق على رواتب الموظفين، وهي لمحات انسانيه مهمه جدا، زي ما بنقف عند ميسي وبنتكلم و70% وحاجه عظيمه ومش عارف كذا وعمل كذا والناس والموظفين، كل ما هو مصري ايضا يستحق تسليط الضوء في هذه الظروف. انا معايا على التليفون كابتن طلعت يوسف، ده شيء عظيم جدا. يا كابتن طلعت مساء الفل وبشكرك الحقيقه، دايما الاخلاق الحميده بيبقى متسق معاها التصرفات اللي من النوعيه ديت. مساء الخير يا ابراهيم. مساء النور. يعني الموضوع مش محتاج يعني وهياخد حجم اكبر من حجمه، خلينا نديله حجمه وخلينا نديله الوزن الطبيعي ليه، علشان معلش انا هكلمك بوجهه نظر برجماتيه اعلاميه شويه، انا عايز اتكلم في الحاجات دي علشان نستحس الناس على الخير، علشان نشتغل كلنا مع بعض، علشان اخواتنا الموظفين في كل الانديه ما تاثرش معاهم، فمعلش اسمح لي ان انا هسلط الضوء بالشكل ده لانه دي بادره طيبه جدا جدا لما بشوفها بتحصل من حضرتك. يعني الحمد لله، لكن هو في النهاية أولا القرار قراري أنا لوحدي، قراري أنا وجميع أعضاء الجهاز والكل يعني اتفق عليه. هناك أولويات، يعني احنا كلنا بننتمي إلى نادي الاتحاد، ونادي الاتحاد له أفضال كثيرة جدا على كل اللي عمل فيه. هناك أولويات خاصة بالعمال والموظفين داخل النادي، إذا كان هناك تفكير في أن المرحلة اللي احنا فيها دي لابد أن يظهر التكافل ما بيننا وما بين بعض، وأننا نشيل بعض وأننا نساند بعض، فأعتقد يعني الموقف ده هو بداية لتفعيل هذا التكافل، وبداية لضمان يعني حياة كريمة لكل من ينتمي إلى نادي الاتحاد وبيعمل فيه بكرامة، وهذا حقه الطبيعي. إذا كان النادي بيمر بظروف مادية غير طبيعية نتيجة الظروف اللي احنا فيها، فمن واجبنا احنا اننا يبقى لنا دور ولو كان بسيط معنوي ومادي، ونتمنى. وخلي بالك ابراهيم يعني عشان بس الكلام ده مش ملزم لحد اخر، مش ملزم يعني الكلام ده اذا كنا احنا اخذنا يعني قرار وخطوة فيه، فده مش معناه ان احنا بنلزم اجهزه الدوري العام بشكل عام بانه يتخذ نفس القرار، لان كل نادي بتبقى له ظروفه وله اوضاعه. الاجهزه الفنيه الحق الاصيل في انها تاخذ مثل هذا القرار او لا، قد يكون هناك بالنسبه لها انواع اخرى من التكافل خارج هذا الاطار، فهي حره، وما اعتقدش ان ده يعني يحطها في موقف مش كويس. ليه ما نخليها نعكسها نقول انه ده سباق خير حلو، يعني النهارده في اول السباق جه كابتن طلعت يوسف اهو، وكان بيراميدز بياخد قرار برضه عظيم جدا، و 500,000 وحده طبيه يتم طرحها في المستشفيات. ما نخليها نعكسها يا كابتن طلعت، ما نقولش ان هي ملزمه، خلينا نقول سباق خير حلو وممتع، يعني خلينا نتسابق في الخير، اتسابقنا في الكوره كتير وتنافسنا في الكوره كتير، نتسابق في ده، يعني انا شايفها حاجه طيبه جدا جدا، مش شايفها انه ممكن الناس تبص لها بوجهه النظر الثانيه، ايه رايك؟ أتمنى، بس أتمنى أن تكون بقناعة وبرضا، مش بمجرد أنه بقى في حرج فأنا اضطريت أن أنا أخذ هذا القرار، لكن أتمنى أن ده يحصل بقناعة وبرضا كامل من الناس، وباقتناع بأنه هذا الدور سيؤثر بشكل إيجابي بشكل كبير جدا جدا في المرحلة اللي احنا فيها، خصوصا أن المرحلة دي يعني قد تطول نسبيا، يعني احنا بنتكلم في شهور، يعني ممكن نتعرض لانها تقعد 3-4 اشهر كمان. صحيح. المدة كمان دي لما بتطول والموارد بتقل عند البعض اكيد هتعاني وتعاني بشده. صحيح. طيب. دور احنا طبعا ده يبقى شيء كويس جدا كده. طب معلش خليني اسال حضرتك، هل عقد حضرتك زي ما نما الى علمي هو لمده موسم واحد فعلا ولا لا؟ لمده موسم واحد. نادي الاتحاد ينتهي مع نهايه هذا الموسم. و ما هو الموقف إذا؟ لا الموقف يعني هو أستاذ محمد من كم يوم كده لما كنا قاعدين برضه تطرق إلى هذه النقطة، ونتكلم في إننا عايزين نقعد عشان نشوف يعني إمكانية التجديد. أكيد هتبقى الظروف دلوقتي يمكن ما تسمحش بكده، لكن أكيد هتبقى في قعدة، ويعني أتمنى إننا نوصل لنقطة تلاقي
وأن يكون هناك استمرارية إذا كان النادي له رغبة في هذا الاستمرار. نتمنى أننا نوصل لنقطة تلاقي إن شاء الله بإذن الله. ما أعرفه أن هناك رغبة ورغبة أكيدة في بقاء الجهاز الفني بالكامل، ما أعرفه وما أعلمه من يعني ما لدي من معلومات ومصادر، هي إذن اتفاقات في النهاية، وأنا عارف أنه حضرتك تقدر بكتير جدا جدا بالنسبة للأستاذ محمد مصالح. يعني الفكرة في النهاية هي يعني مش مادية قوي، مش مادية، مش مادية، لكن هي النقطة في تقييمك في الوسط الفني بشكل عام. يعني المدرب بشكل عام هو بيتفاوض مع اي نادي، بيبص هو فين بالنسبه لمجموعه المدربين اللي في نفس المستوى بتاعه، اللي في نفس الكلاس بتاعه A او B او C، وبالتالي هو بيفكر في قيمته المعنويه اللي بتقيم من خلال الشق المادي. لكن الشق المادي يعني اعتقد انه مش هيبقى في مشكله ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله بإذن الله. يا كابتن طلعت أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا خالص، تحياتي لحضرتك كابتن طلعت يوسف مدير الفني المحترم والمهذب للاتحاد السكندري. خليني برضو أقول لكم أن الكابتن طارق العشري اللي هيبقى ضيفي بعد لحظات هو كمان أخذ هذا القرار في حرس الحدود. الحقيقة قد إيه أنه والمصري عفوا لأنه دايما مرتبط بينا الكابتن طارق العشري على طول في حرس الحدود في النادي المصري، قد إيه إحنا الخير فينا موجود، يعني الخير موجود في البلد دي، ولازم نتعامل ويعني نتنافس فيه، نتنافس في الجزئيه دي. معلش هفضل دايما اقول الحاجات دي، وانا عندي يقين تام، عندي يقين تام في الجزئيه اللي هقولها وبقناعاتي الشديده وباخلاص شديد. الحكومه والقطاع العام مغطي كل الامور، يعني لما بتيجي تتكلم في القطاع الحكومي هو قايم بالدور تمام، القطاع الخاص الى حد كبير قايم بالدور ده. هنفضل دايما وطول الوقت بنتكلم في جزئية ليها علاقة بأهلنا وإخواتنا من أصحاب اليومية، دول اللي احنا محتاجين نوجه الإنفاق بتاعنا والخير بتاعنا اللي طالع ناحيتهم. يعني لو انت تعرف أسر قائمة على اليومية والأجر الخاص، ليه بقى أنا بقول ده؟ عشان بالبلدي كده أنا بحب يبقى عندي أمانة في الطرح. يعني لما بقول للناس اقعدوا، الناس اللي على مستوى مستورين هيقعدوا علشان خايفين على صحتهم، بس في قطاع وشريحه غصب عنه وانت بتقول له اقعدوا هتلاقيه بيرد عليك يقول لك اقعد واكل منين لما اقعد؟ ما هو انا هموت من الجوع لو ما اكلتش، لانه له قطاع خاص وله قطاع حكومي. ده دورنا احنا بقى، لانه خلاص الدوله قامت بدورها، ده دورنا احنا، دورنا احنا التكافل اللي احنا نقدر نعمله. عندنا جمعيات خيرية كتير جدا جدا، لو ما عندكش أسرة في الشارع بتاعك في إطار المعارف بتاعتك وانت عارف انها قائمة على ده، روح لجمعيات بعينها انت عارف وتشهد لها بمصداقيتها وان هي هتروح للجزئية دي، هي جزئية تكافلية بحتة، محدش هيعرف يعملها غيرنا، محدش هيعرف يشتغل عليها غيرنا. فهي الفترة دي، هي الفترة دي على فكرة هي فترة الخير، يعني اللي عايز يستثمر مع ربنا فيها هيستثمر كويس جدا 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 وهتبقى مردوده لك. يعني ليه بقول ده؟ برضو بقول علشان لما بنقول للناس اقعدوا في البيت في ناس بتزعل مننا، والله العظيم ثلاثة ما نقصد نزعلكم، احنا خايفين عليكم وخايفين علينا كلنا، والله ما انتوا جزمكم على دماغنا من فوق، بس هي الفكرة انه احنا بنقول لكم اقعدوا عشان احنا خايفين عليك وخايفين على صحتك وصحة اللي حواليك. ومعلش احنا هنحاول كل نقدر المستطاع نبقى جنبك وان احنا نساند الناس وان احنا نقف جنب الناس، ودينا دايما بنطلع نتكلم كده علشان تبقى الرسائل واصله. يعني احنا بنقول لك اقعد في بيتك، مش بنقول لك كده واحنا بنتغول على 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 حقك في انك تبحث عن رزقك، لا سمح الله. احنا عارفين كويس قوي قوي ان الموضوع ده بيبقى بالنسبه لكل واحد هو حياه او موت. خلونا نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هستقبل ضيفي في حوار مهم جدا النهارده، كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي المصري. كابتن طارق العشري واحد من الشخصيات السخية، يعني ايه؟ عنده كلام كتير في الكورة، فالنهاردة هنشغل دماغنا كتير قوي في الكورة وفي الفنيات، ونعرف الفترة اللي فاتت عاملة ازاي، وطب الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي، ونرسم سيناريوهات ونغوص في التفاصيل الفنية للكابتن طارق العشري. خليكم معانا ما تروحوش في حتة تانية، جمهور التالتة بعد الفاصل وحوار مهم مع الكابتن طارق العشري.
أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني وحوار مهم جدا مع واحد من المدربين المميزين جدا والمحترمين كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي المصري. يا كابتن طارق أهلا وسهلا بحياتكم، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا إبراهيم، أنا سعيد أن أتواجد معك. ربنا يخليك. حياتي ليك ولكل أسرة البرنامج. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك. لنا كلام كتير جدا لكن كالعادة بنبتدي بالتقرير، يلا بينا. لم يدرب أحد أندية القمة في مصر، لكنه استطاع أن يضع نفسه بين الكبار رغم تدريبه لأندية غير جماهيرية، فقادها بفلسفته الخاصة وصنع سلسلة كبيرة من الإنجازات وسجلا من البطولات، فتمكن من قهر أندية الصفوة. إنه طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي. بدأ العشري مهنة التدريب عام 2002 عندما قاد فريق حرس الحدود للصعود إلى الدوري الممتاز. موسم 2005-2006 كان بداية العشري الحقيقية، فتولى مقاليد الأمور وأصبح الرجل الأول لفريق حرس الحدود في الدوري الممتاز. قدم أداء رائعا رفقة الفريق العسكري وطور من نفسه، فأنهى فريقه المسابقة في المركز الخامس، وكان من أوائل المدربين الذين قاموا باستخدام طرق لعب حديثة في الكرة المصرية، ومن الأوائل الذين كان لهم السبق باستخدام طريقة 4-4-2 في الدوري. لن ينسى العشري هذا الموسم، وكيف لا بعدما أذاق الزمالك مرارة الهزيمة وحقق على حسابه انتصارا تاريخيا بخمسة أهداف دون رد، فصعد سلم الإنجازات خطوة بخطوة، فكان موسم 2008-2009 بمثابة جني الثمار بعد عمل شاق، فأنهى الفريق الموسم في المربع الذهبي حيث احتل المركز الرابع في جدول الترتيب، وكان هذا الموسم ذهبيا بالنسبة للعشري، فاستطاع أن يتوج ببطولتين وهما كأس مصر بعد التفوق على MP بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، بالإضافة إلى بطولة السوبر المحلي عام 2009 على حساب الأهلي إذ فاز عليه بهدفين دون رد ليصعد منصة التتويج مرتين في فترة زمنية قصيرة. ولم تتوقف إنجازات العشري خلال حقبته مع حرس الحدود، فاستطاع مجددا أن يقود الفريق للفوز بكأس مصر 2009-2010 على حساب الأهلي بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله ليواصل قاهر الكبار تسطير الإنجازات. وضع العشري حرس الحدود على الخريطة الأفريقية، فشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ثلاثة مواسم على التوالي 2008-2009-2010 ووصل بالفريق لدور المجموعات. كان على مقربة من تكسير كافة القواعد الثابتة وهي تتويج الأهلي بالدوري الذي كان يحتكر الدوري حينها، فكان على بعد خطوات من حصد اللقب موسم 2011-2013 لكن تم إلغاء هذه النسخة من الدوري بسبب مجزرة بورسعيد، فكان متصدرا للدوري برصيد 37 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وبعد فترة ذهبية قضاها مع حرس الحدود رحل وخاض تجربة جديدة مع فريق أهلي بني غاز الليبي، فواصل تحقيق الإنجازات إذ أنه أقصى الأهلي من دوري 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2014 بعد الفوز ذهابا في ليبيا 1-0 وإيابا في القاهرة 3-2. عاد بعدها إلى MP وكون فريقا مميزا، فحقق المركز الثالث رفقة الزعيم البترولي موسم 2014-2015 وقهر القطبين في هذه النسخة، ففاز على الأهلي والزمالك أيضا. خاض العديد من المحطات الأخرى سواء محليا أو عربيا، فأشرف على تدريب الهلال السوداني والشعب الإماراتي وأهلي طرابلس الليبي بجانب تدريبه لوادي دجلة وحرس الحدود مرة أخرى، وأخيرا تولى القيادة الفنية للنادي المصري خلفا لإيهاب جلال قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا الحالية. عن أسباب قبوله تدريب المصري في هذا التوقيت الصعب، خططه المستقبلية مع الفريق البورسعيدي، وهل يقدر على إعادة المصري للتتويج بالألقاب مرة أخرى، كيف يستغل فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، وهل هناك برامج وضعها للاعبين، وكيف يتم تدريبهم، أصعب المحطات التدريبية وأحلك اللحظات في مسيرته. كل هذا وأكثر يجيب عنه طارق العشري ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. تاريخ طويل ما شاء الله كابتن طارق العشري مع السحارة المستديرة، هنتكلم النهاردة في حاجات جديدة لأول مرة هتعرفوها، إنما خلينا نبتدي مع حضرتك كابتن طارق من المبادرة العظيمة اللي طرحتها بالأمس
وفكرة مهمة جدا جدا من أجل مساندة كل الرياضيين لكل القطاعات اللي تحتاج إلى دعم سواء مادي أو حتى كمان بشكل فيه تبرع مباشر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش شك طبعا يعني المبادرات يعني زي ما انت شايف كده نزلت يعني ابتدت تنفع خير حلو حلو يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافس. الله 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 ينور عليك. عجبني جدا طبعا كابتن طبعا طلعت سباق دايما بالخير بان هو تنازل عن نص مرتبه للنادي الاتحاد في ظل الظروف ديت، خاصه الانديه الشعبيه ديت احنا كلنا حاسين بيها انها بتعاني كتير جدا من الناحيه الماليه. فلما تبقى انت حاسس بالنادي بتاعك شيء جيد صحيح. ويقربك جدا جدا من داخل من العاملين اللي داخل النادي. ايوه لان انت جزء لا يتجزا. عجبني المبادره بتاعه بيراميدز يعني برضو يعني، فانا عشان كده من ساعه المبادرات ما ابتدت تنطلق على النادي ايوه فالكل ما شاء الله بيتنافس بتجهيز 50,000 وحده دي برضه يعني شيء رقم 500,000 وحده رقم كبير او 500,000 وحده يعني طبيه صراحه يعني شيء جيد ومبادره جيده وبتحس الناس ان او بتحسس الناس ان احنا معاكم وده كان الهدف الرئيسي في المبادره اللي انا قلتها. انا شايف ان الدوله ما شاء الله يعني في الحته ديت قايمه بدورها بشكل كويس جدا، لكن انا كمان نفسي ان احنا كرياضيين نكون سباقين وان الدوله ما تسقفش لوحدها او ايد لوحدها ما تسقفش. وهي ما طلبتش يعني ما طلبتش مننا، لكن من متابعتي على الاجواء في العالم بحالها ايوه كل النجوم اللي في العالم وكل الانديه اللي في العالم بتسابق بعضها في مد ايد العون في المسانده في المحنه دي. صحيح. وده حتى انا تابعت طبعا حديثك مع مستر ميتشو وقدي الراجل بيقول ان احنا هنتحلى بسلاح الاراده عشان ندي كارت احمر لل صحيح. وانت شايف ان المرض قد ايه الدوله بتبذل مجهود كبير جدا عشان نقدر نحتوي المرض ده بشكل كبير والوباء ده ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن كل البلاد العربيه يا رب كل يا العالم هذا الوباء اللعين يا رب اللعين. امين يا رب. وعشان كده انا يمكن المبادره بتاعتي مختلفه شويه انا كنت اتمنى ان هي تبقى شموليه اكتر. يلا واحنا نتبناها يعني مع حضرتك هنا في برنامج لو تلاحظ ان انا خطبت كل من يختص بفئات الرياضه في مصر صحيح ما خصتش غير كره القدم ايوه او الفئه اللي انا بنتمي اليها من منابر اعلاميه صحيح ما شاء الله كلهم منتشرين وانا عارف ان هم كل المنابر دي بتساهم في الخير صحيح يعني انا عارف المساهمات الفرديه صحيح اللي هو كل واحد في الخفاء بيقول صحيح لكن انا المبادره بتاعتي هدفها لا تنافس. سباق في العلن ايوه سباق في العلن ونقول الناس او نشجع كل الفئات المصريه اللي هي برضه بتتسابق في الخير خاصه في الشهور المباركه دي شهر شعبان وقبليه شهر رجب وجايين على شهر رمضان والناس كلها بتتنافس وفي تكافل كبير جدا بين الناس في الشهور دي بالذات عاوزين نحسس انا ان احنا مع دولتنا في المحنه دي صح هي مش طالبه مننا شيء لكن ده حاجه واجب علينا خاصه ان المصاب ده انا ليه قلت شموليه بعمها لان احنا مش عاوزين نخصص ناس معينين او فئه معينه او جماهير نادي معين لا احنا بنخصص كل شعب مصر وعشان كده قلت يا ريت تبقى عايز التبرعات جمعية. من وجهه نظرك التبرعات تبقى فين تروح ليه هو الصندوق الحكومي اللي يتولى اللي هو معمول هو صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر الجزء الخاص هو اللي يثق فيه الناس كلها ايوه هو اللي يثق فيه الناس كلها ايوه وانا اتمنى ان انتم في البرامج الاعلاميه بتاعتكم ان تخصصوا جزء لاعلان تبرعات الناس دي والله من غير اهو انا جاهز انا برنامجي يعني وحتى انا كمان بناشد انا كمان بناشد سياده الوزير طبعا الرياضه اللي هو طبعا كبير العائله صحيح وبناشد برضو المهندس هشام حطب كبير العائله في اللجنه الاولمبيه وانديه الاهلي والزمالك صحيح. انا عارف كمان في انديه الاتحاد الحاج محمد صلحي اعلن على العلن هو تكفل ب 1500 الله اكبر عليه ده راجل اسره راجل لكن برضه انا برضه ده فردي أيوة. والمهندس سمير حلبي حتى في النادي المصري بست أيوة. وحدات لمستشفيات بورسعيد عايز تجمعهم انا عاوز عشان جماعي انا نفسي نجمع مبلغ كبير يهز كيان مصر صح ونحسس ان احنا الرياضيين بالذات خلينا نقول منظورين
الناس بتبص لهم، الناس محطاهم تحت المجر، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا انا اسف في التعبير، انت النهارده معلش اكمل لك بقيه الكلمه اللي هو ايه، اكمل لك بقيه الجمله اللي هو انتوا بتاخدوا فلوس، فين دوركم في المجتمع؟ هو ده اللي انا قصدي. مش عاوز يتقال ان احنا بناخده بس. والمبادرات اللي انا شايفها ديت جيده جدا، لكن انا نفسي يتعمل عمل محسوس. مصر كلها تحس ان رياضيين سباقين في العمل ده، صحيح، وبارادتنا وان احنا بنساعد بلدنا. هو احنا بناخد فلوسنا من مين؟ الفلوس اللي احنا بناخدها من ايه؟ مال عام. اذا كنا بنتقاضاها من انديه، مال عام بيرجع للدوله. فاحنا واجب علينا في المحنه دي ان احنا نقدم جزء بسيط مساعده دولتنا ومساعده شعبنا. لازم الناس تحس ان احنا واقفين جنبهم في الوقت ده. هما امتى هيحسوا؟ صحيح، طول عمرهم بيشجعونا، طول عمرهم بيسقفوا لنا، لكن امتى هيحسوا بالكلام ده؟ هو المواقف اللي زي ديت اللي تبين معدن الرجال. صحيح، واحنا كبرنامج هنا وك هو ده اللي انا قصدي، لن نتاخر على الاطلاق. يعني الحقيقه يعني كل الامور اللي ليها علاقه بالخير وكل الامور اللي ليها علاقه بالتبرعات، يا رب الكلام ده يكون سامع كله، لان انا شملت كله من كبار رجال الدوله في الرياضه، الاعلاميين، رؤساء الانديه، مديرين فنيين، اداريين، لاعبين، ودول خاصين وخاصه كره القدم. يا ريت جميع الالعاب. صحيح. شوف انت جميع الالعاب لو بتشارك باسم بند الرياضه المصريه معا للمساعده او المساهمه في القضاء على وباء كورونا، شوف قد ايه هيبقى لها اثر ايجابي، هتشجع جميع الفئات اللي في مصر. صحيح، ده اللي انا اتمناه ان شاء الله باذن الله، واحنا هنشتغل على ده انطلاقا من النهارده باذن الله معاك وندعمك. وانا اول واحد واقف معاك قلبا وقالبا ان شاء الله، يعني ماديا ومعنويا بكل ما اوتيته من قوه. هنبتدي نجهز لها تجهيزه كويسه، احنا اعلنا النهارده وهنبتدي تباعا من بكره. انا اتمنى ان الكلام ده على العلن اهو، المبادره اهي من دلوقتي انطلقت اهي. احنا كبرنامج جمهور الثالثه نتبنى بمشيئة الله مبادرة الكابتن طارق العشري، وهنبتدي إن شاء الله بإذن الله نسميها بقى مبادرة رياضيين مصر. أيوة بالظبط، مبادرة رياضيين مصر، ونبتدي نشتغل عليها إن شاء الله بإذن الله، ونعلن على الهواء ويبقى عندنا مداخلات باستمرار كمان لكل شخص يرغب في التبرع على الهواء لصندوق تحيا أنا مصر. نفسي إن شاء الله بإذن الله في الكلام ده إن شاء الله، والناس كلها في مصر تحس بالكلام ده إن شاء الله بإذن الله. طيب عندي بقى الاسئله بتاعتك صعبه، ده عاوزه منهج لا ودراسه عشان اواجب عليها. لا لسه اجاوب عليها دي في الاخر يا كابتن طارق، احنا لسه ما عندناش حاجه اللي انتوا عاملينه في الروبوتاج ده. لا 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 في الروبوتاج ده لا، محتاج ان انا اذاكر أيوة سنه في التقرير، هتذاكر سنه. ايوه صح، لا انت ما شاء الله مذاكر وجاب النتيجه النهائيه. طيب خليه بس الاول، امبارح كان ضيفي الصديق العزيز المعلق الجميل محمد الكواليني، بعدين بنتكلم مع بعض، فقال لي زميل فلقيته بيقول لي ده الكابتن طارق العشري كان، وانا بامتحن كان داخل يمتحن في امتحانات المعلقين. ايوه هو قال كابتن طارق العشري، فانا عدى الايش قلت له كابتن طارق العشري بتاعنا، طارق العشري المدرب بتاعنا. قال لي قلت له معلق، قال لي والله فعلا بالظبط. انا اول ما بطلت اتجهت لحتتين، الحته الاولى ان انا اصبحت مراسل للمصر الرياضي في اسكندريه. كلم بجد؟ والله. وبعدين اشتغلت صحافه؟ اشتغلت صحافه. وبعدين عدي فتره كبيره جدا في المسا مع طبعا الكتاب الكبار طبعا اللي كانوا في المسا، استاذ عبد الفضيل، استاذ سامي، استاذ سمير عبد العظيم، مجموعه كبيره، مش عاوز طارق مراد. فكان مجموعة كبيرة جدا، اتشرفت بالعمل معاهم وعلموني ان انا زي اكون صحفي يعني. دي مفاجأة دي بالنسبة لي دي. وبعد كده لما اتفتح باب التعليق، انا ذات نفسي كنت بحب التعليق. كنت بتحب التعليق؟ بحبه. كنت واحد من نجوم الاتحاد السكندري، لعيب جامد برضه، خدوا بالكم يا جماعة كابتن طارق العاشر لعيبة جامدة يعني. فأيامها كان الكابتن طبعا ابراهيم الجويني المعلق، هو اللي شجعنا كابتن ابراهيم. كنت انا وكابتن سيد الثعلبي من اسكندريه، دخلنا الاختبارات، وكان بقى معانا الكواليني، معانا مجموعه كبيره جدا من المجموعه اللي نجحت دي كلها. عملت ايه في الامتحان؟ نجحت بدرجات جدا كمان. كان بجد؟ بقول لك داخل عمل انا حبه. نجحت في اختبارات المعلقين. خلي بالك احنا كلاعيبه كره قدم كان لنا الاولويه في دي. فما بالك كمان يكون عندك الموهبه، موهبه كمان في التعليق، فدي طبعا بتديك درجه اعلى كمان.
يعني اعتمدت كمعلق؟ انا اعتمدت شباب الرياضه واعتمدت قناه النيل. ايه ده ايه ده؟ الاثنين الرسميين. ما كانش لسه اعتمدت من التلفزيون المصري. بس لان طبعا دخلت بعد كده في كارير التدريب فبعدت شويه. بس رحت علقت مباريات في مع شباب الرياضه وعلقت مباريات كتيره جدا في النيل. ليه يعني تاريخ في اه ده ايه ده ده كابتن. لما ابتديت اتجه للتدريب ابتديت بقى رجلي تقل شويه بشويه تقل خالص. ده التاريخ ده ما حدش عارفه خالص. تاريخ انك معلق رياضي ومعتمد شباب الرياضه لحد دلوقتي. انا معتمد فعلا لحد دلوقتي ومعتمد. طب ما بتفكرش تجري رجلك في اي وقت من الاوقات؟ ما فكرتش خالص. اللي يخش مجال التدريب بيشيل هم التدريب ما بيفكرش في حاجه ثانيه. يا كابتن التعليق حلو. التعليق من الحاجات الحلوه الممتعه. والله كنت بحبه جدا وكان بيخرجني وكنت بحب بطلع فيه طاقتي. يعني بطلع حتى الطاقه السلبيه. علقت على ماتشات ايه؟ انا مش متذكر طبعا. لكن مش متذكر. لكن علقت على ماتشات كتيره جدا. وكنت بروح الاستاد قبل في الاختبار. كابتن جيرون جويني علمنا ان احنا نروح نمسك التسجيل قبل ما نروح الاختبار لازم تروح تذيع. كنت اروح ماتشات الاتحاد بعد ما بطلت. وافضل اسجل لنفسي ان انا بذيع عشان اشوف. عرضت على الكابتن ابراهيم قبل ما اروح الاختبار. عرضت على الكابتن محمود بكر الله يرحمه. قال لي لا انت هتبقى مشروع معلق كويس. كابتن محمود بكر. طب ما فيش اعتماد اكتر من كده. الله يرحمه كان جميل. وهم الاثنين خلي بالك انا كنت بجر رجلهم بعرفهم عشان هم الاثنين هم اللي اختبروني في اللجنه. فكره برضو. يا ايه رايكم انفع على باشا انفع على داخل. طيب ما التدريب اخذك في القصه دي ولا صحافه ولا صحافه ولا تعليق رياضي؟ لا طبعا يعني انشغلت تماما زي ما قلت لك. التدريب بيستحوذ على كيانك. مدير فني لاي فريق ما خاصه في مصر. انا بسميها مدير فني ادارجي. يعني بنا ومناوي. بنا ومناوي. احنا ما عندناش مثلا الاستاف بتاع كلوب اللي هو بيقول لك معاه ثلاثه دكاتره اخصائيين. واحد في الفيزياء، واحد في الكيمياء، واحد في الحساب. ايوه خد بالك ما عندناش الكلام ده. احنا ما فيش الكلام ده. لا انت باشا شيل الليله بالجمل بمحمد. تمام. حتى انت لما بتيجي يعني تخفق مع النادي انت اول ما بتاخد الصدمه. اول واحد تشيل الشطه الباقي كله بيستخبى وراك. مش انت اللي في الوش باللعيبه بكله بيستخبى. عشان انت تتولى مسؤوليه فريق بيستحوذ على كيانك من تفكيرك. انا لك ان تتخيل ان حتى بروح اجازتي في بيتي ببقى افضل اركز مركز انا هشتغل ايه لما ارجع. ايوه. او بحضر لايه لما ارجع. ايوه. لا مهنة صعبة جدا جدا جدا. يمكن الناس بصلها يمكن لا مرهقة ذهنيا وفيها كمية أمراض أجارك الله كبيرة جدا. فيها كمية ضغوط وستريس كبيرة جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا مرعبة. ويكفي ان انت لما بتلعب تحت الضغوط ديت سواء ضغوط في اهل القمة او ضغوط في الهروب. لان انا عشت الحالتين. عشت الحالتين صحيح. في مع امبي عشت القمة ومع الحرس. وعشت برضو مع الحرس في السنة اللي فاتت ان انا ازاي استنوا في الدوري ومع وادي دجلة قبلها وازاي استنوا في الدوري. صحيح. وعشت مع اهل طرابلس في جماهيرية شرسة جدا. ما بيهتموش غير في ظروف صعبة. كل الظروف ديت بتكونك انت كمدرب. الخبرات اللي انت بتتعجن فيها دي هي اللي بتتراكم عندك في عقليتك. بتتعجن فيها للدرجه دي. الموضوع مش سهل. المدرب عباره عن كم كبير جدا من الخبرات بيمروا بيها. منها نجاحات ومن اخفاقات. صحيح. عمر ما في مدرب ناجح على طول ومدرب بيخفق على طول. لا بالعكس انت بتستغل الاخفاقات عشان تنجح. ولولا الاخفاقات مش هتنجح. صحيح. عشان تقدر تعدل من مسيرتك وتعرف عيوبك ايه وتعرف تصلح ايه. لا العملية مش عملية بسيطة. وبعدين انت بتستطيع انك يعني تفصل الشخصية اللي قدامك. هل تصلح للمدير الفني ولا ما تصلحش؟ صحيح. مش اي حد يقدر يتولى المنصب ده. لانه محتاج شخصية قيادية حمولة. يعني الشخصيات القيادية حتى على صعيد جميع الفئات. ايوه. قليلة يعني. مش يعني بتبقى واحد بعينه. مش اتنين. لحد ما بتدي الخبرات وبعدين تبتدي تسلم. ايوه. العمليه لا. فمحتاج منك مجهود كبير جدا. محتاج منك تطور دايما ابديت على طول. بتطور من نفسك عشان انت تكون على الحدث. النهارده كره القدم في كل موسم في تطور. كره حديثه كره حديثه كره حديثه برامج حديثه. على صعيد اللياقه البدنيه على صعيد اللياقه الذهنيه. الراجل شوف بيقول لك لا اتمنى يكون اللاعبين في اللياقه بدنيه نمره واحد ذهنيه
دي الاثنين ما بيفترقوش عن بعض. صحيح. ثم خططية. صحيح. التلاتة ما بيفترقوش عن بعض. متفقين. التلاتة دول لو حصلوا في أي تيم ثم الهارموني أو الانسجام بيبني لك تيم قوش. صحيح. حاجة اللي هو لمسها ميتشو اللي أنا متابع الحديث جيد جدا. لأنه هو بيتكلم. رائع الراجل بيتكلم. لأنه رائع. بيتكلم في اللي أنا عاوز أتكلم عليه. والله. إن هو إزاي أنت تصل كمدير فني لغرفة الملابس. يعني ايه غرفة الملابس؟ ان اللي بره واللي جوه قلب واحد. صحيح. وكلهم راضين عنك. لو انت وصلت لدرجة الاقناع للعيبة هتسلمك نفسها. تقدر بقى تقطع فيها وتشكل فيها زي ما انت عاوز. صحيح. لان هم خلاص وثقوا فيك. وده مهم جدا جدا. بس انت دايما بتقابلك القصة ده يا كابتن طارق في مصر يعني بشكل عام. ان اللعيبة اللي ما بتلعبش لازم لو يتبوز. ده عادي. ده عادي. بس هو احنا مش بتكلم بقى على لوية البوز. لا يعني ما هو المشكلة هتلاقي في ناس ممكن تبوظ لك الفرقة. هي دي. هي دي المشكلة. هي المشكلة. المشكلة ان احنا عندنا العقليات مع التطور السريع لكرة القدم ما زالت هي حب الذات لنفسها. حب الذات. صحيح. والمدير الفني النهاردة مع القائمة قد تمتد 25 ل 30. يعني ممكن يقيد 25 وممكن يقيد 30 لاعب. صحيح. ال 30 لاعب لو قلنا الاطار ال 30 لاعب فهم مسؤوليه بيقعوا تحت مسؤوليه المدير الفني. ايوه. عشان يطلع منهم 11 وعشان يطلع منهم 7 الافضل. الافضل. كل اللي شايف نفسه بره شايف هو لنفسه الافضل. صحيح. لكن في رؤيه المدير الفني حاجه ثانيه. يعني في رؤيه المدير الفني حاجه ثانيه. المدير الفني عايز اللي يكسب. لكن لو بالظبط كده لو انت وصلت ان انت زي ما بقولك كده غرفة الملابس كلها انت راضي عنك بشكل كويس حتى البديل مقتنع ان هو في الوقت ده هو مش وقته وان وقته هيجي بعد كده لان انت شايف النهاردة الدوريات في الخمس او العشر سنين الاخيرة كله مضغوط وكله طحن وبتلعب اكتر من منافسة. لا اتطورت من الحتة دي بشكل كبير جدا. النهاردة انت بتتكلم بعد ما كنا في افريقيا بناخد 15 يوم رايح و15 يوم جاي. ايوه صحيح صحيح. واجل لك 10 مباريات. لا انت النهارده بيقول لك اسبوع روح العب وتعالى. انت هتروح وهتيجي بعد 3 ايام تلعب. ايوه. وده خلي بالك اللي انا عانيت منه في الفتره القصيره مع النادي المصري اللي هي ماتشين بركان. فانت محتاج تكون مجهز جيش جرار. صحيح. لو انت هتشارك في في ظروف صعبه برضه في مصر خد بالك يعني. ما انا بقول لك يعني هاجي لك في الكلام. لكن انت محتاج انت كمدير فني تحضر للموسم اللي انت هتشارك فيه. إذا كنت هتشارك في بطولة قارية ثم محلية لازم أنت تعد نفسك للعدة عشان أنت لو ما عدتش نفسك أنت فشلت. صحيح. أنت هتفشل أول واحدة هتفشل لأن الظروف مش هتساعدك لأن في متغيرات كتيرة جدا هتقابلك هتبقى أسرع منك ضغوطات المباريات ورا بعض. طيب العصفورة بتقول لي إنه حضرتك مين بقى العصفورة حامد؟ إيه ده؟ سبحان الله عرفت اللي طيب إنه اول من اكتشف كابتن وليد سليمان كان الكابتن طارق وليد. العشري في بني مزار وليد الكلام ده حقيقي فعلا؟ فعلا حامد وليد كويس كان حامد كان احد اكتشافاتنا تحت كنا احنا 2001 لما صعدنا الفريق الحرس كان اسمه السواحل كان الكابتن حلمي هو اللي بيتولى المسؤولية وانا كنت بتولى مسؤولية المساعد مع الكابتن حلمي والمدير الفني لفريق العشرين سنة اللي هو فريق الأمل. أيوة. اللي هو ان احنا بنعمل مجموعة نعدها للفريق الأول فابتدينا نخاطب كل الناس فكابتن عبد المولى لاعب المنيا الكبير أيوة طبعا هو اللي قدم لي وليد. وليد قال لي عندي وليد مجموعة كمان من اللعيبة الصغيرين لكن كان وليد أبرزه. كان عنده كم سنة ساعتها يا كابتن؟ لا صغير احنا جبناه تحت 18 سنة. 18 سنة. وقعد معانا لسنتين وكان عنده يعني صراحة يعني مبشر بالخير لكن للأسف ان هو ما كملش معانا لما تصعد. ما كملش معانا اتمرن معانا وانا ذات نفسي اللي وديته الجونة. ياه. وكانت الجونة في الدرجة الثانية. كانت مع الكابتن كمال عثمان. وكلمت كابتن كمان عشان هو من الجولة ابتدى مشوار وليد اللي بتروجيت بقى يروح بتروجيت وبعدين بتروجيت امبي وبعدين من امبي ابتدى يكبر بقى وليد ما شاء الله وخد طريق تاني خالص لحد ما وصل طبعا النادي الاهلي. يعني برضو من ضمن الناس اللي كان عينيها على وليد سليمان يعني هي مشكله وليد ان ما وصلش معانا احنا في الوقت ده كان في لعيبه كويسه وديته الجونه ليه بس الاول مش معنى
الجون عشان هو كان من اللعيبة الصغيرين اللي واعدين لكن احنا كان عندنا في الفريق الاول اماكن محجوزة يعني كان فيها لعيبة كويسة فما كانش ليه مكان وبعدين ما كانش لسه تحصل موضوع الاعارات دي لا مش في الكلام ده الاعارات ده ما كانش في اعارة طالما ما تأيدش هيمشي خلاص فانا صعب عليك لانه لعيب كويس وانا كنت متوسم فيه خير والحمد لله يعني وجهة نظر فيه يعني هو ما خيبهاش هو اجتهد متعب صراحة يعني اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا لان انا عارف هو من بيئة يعني لازم يكافح عشان يوصل للي هو وصل له ده عشان انا عارف ان وليد اسعد واحد في اللي هو وصل له ده لانه تعب كتير جدا جدا عشان يسعد نفسه ويسعد اهله من بعدين صحيح شايف انه وخلي بالك دي النماذج اللي ديت هي النماذج اللي الواحد يحتذى بيها اللي يحافظ على نفسه بشكل زيه زي محمد صلاح بس محمد طبعا شارك في حته تانية خالص شارك في حته تانية في الاحتراف الاوروبي وحاجه عظيمه جدا طب انا بتكلم على الجزئيه بتاعت وليد سليمان تجديد له في النادي الاهلي هل وليد عنده القدره على العطاء فعلا عنده حتى لو نص ساعه حتى عنده لو طايم عنده مؤثر وليد عنده حاجه كويسه جدا جدا يعني تشجعك ان هو محارب وبعدين اضاف لنفسه حاجه ان هو بالحته اللي انت كنت بتتكلم فيها ابراهيم ان هو ما بيتذمرش لا خلاص بقى رهن اشاره المدرب العب ابدا اقعد احتاجك في اي وقت خلي بالك ان النوعيه اللي زي دي المدرب يحبها قوي قوي ليه الخامه كويسه والعقليه كويسه وده خلي بالك الاختلاف الكبير بين لعيبه مصر بره انت بتشوف كابتن الفريق ليفربول بينزل في الدقيقه 88 ايوه 88 أيه. لو واحد تاني بياخد بعضه ويمشي ما بينزلش بيعمل لك مشاكل لكن يا بتفرق يا كابتن ده كابتن الفريق بص انت نفسك في النوعيه دي نفسك في اي فرقه بتمرنها ما هو ده احنا بنحاول نطور مع اللاعبين فكرهم في يعني بدنيا وخططيا مهاريا ما زلنا بنخبط في العقلية دي اشتغل على كل حاجه بس العقليه اللي صعبه طبعا هو لولا ان محمد صلاح طور نفسه في الحته دي ما كانش وصل للمكان اللي هو دي صح مهمه جدا جدا يكون فاهم طبيعه المكان اللي هيشتغل فيه طيب معلش خلينا اتكلم في التفاصيل دي اصل دي مهمه قوي لانه ده درس خصوصي بقى ده درس حلو ده انا احب انا اتعلم انا دلوقتي كلاعب قدامي مدير فني اعرف منين ان المدير الفني ده ظالمني ولا هو فير وانا اللي امكانياتي مش دلوقتي ما تدينيش الحق ان انا بختلف كتير جدا في كلمه الظلم طيب لان كلمه الظلم دي اللعيبه طبعا كتير جدا بترددها ايوه ان الكابتن طارق عاشي ده ظالمني خلينا نقول وجهات نظر ليه؟ لان انا ما بحملش لابراهيم اي غضاضه صحيح انت لعيب زيك زي اي لاعب بيلعب حتى اساسي طب انت حضرتك واخد فكره عني او وجهه نظرك عني ان انا مش اللعيب دلوقتي الاساسي عندك انك هتبقى مثلا هتاخد محمد مثلا عماره هو اللعيب الاساسي انا بقى لعيب هو اسمي ابراهيم ولعيب بالنسبه للكابتن طارق رقم 2 انا عايز ابقى رقم 1 اعمل ايه لازم في تنافس اعمل ايه يعني ما هقول لك انا هقول لك اي مدير فني لما بيختار التشكيله بتاعته بيبتدي ان اول بيختار اللاعبين الاطار ماشي العام اللي هم 25 لاعب تمام وبعدين بيبتدي يحدد واحد واثنين وثلاثة ماشي ابراهيم اول طارق اثنين فلان ثلاثة ماشي خلاص هو حدد كده وفي تنافس بين طارق وابراهيم لا طارق تخطى ابراهيم فبيخد يرجع ابراهيم اثنين ويطلع طارق واحد ماشي ده التنافس الطبيعي بين لاعب ولاعب بين لاعب ولاعب وده اللي بيحاول المدرب ان هو يخلقه جوه الفرقه ليه دوافع احنا عندنا يعني مبدا بنقول ان ما يخليش اللاعب كويس غير لاعب تاني صحيح لو لاعب حس ان هو في مكانه ما فيش غيره يا ويلك يا ويلك بقى دلع بقى ومرقعه وايه يا ويلك منه وفي لعيبه كتير جدا بتستغل الظروف اللي زي دي وانت كمدرب مجبر لان ما فيش غيره هتعمل ايه فعشان كده لازم بقول لك اي مدرب يعد العده للكلام ده الكلام ده ما بيجيش من يوم وليله لا ده بيجي نتيجه خبرات ان مريت بيها انت مر عليك الظروف ده فلازم تعد نفسك في الحته دي والله يا كابتن انتوا المفروض كمدربين تعملوا للعيبه قبل ما تبقى تختارهم على المستوى الفني انت تختاروا الاول على المستوى العقلي يعني تعملوا لهم حتى كمان والله يا كابتن ابراهيم يا كابتن ابراهيم النهارده العقليه كل اللعيبه قاعده بتتمرن بره بالفيديوهات وفي البيوت هم بيمرنوا نفسهم النهارده تعال شوف هات لي لعيب بيتمرن في مصر
اللهم الا قليل الله اللي بيحاول يحافظ على نفسه. صحيح. هنا بترجع ليه؟ ده وافق شخصيه هو عايز يحافظ على. انت عارف انت حتى لما بندي المفترض لما ندي راحات ايجابيه راحات ايجابيه مش سلبيه بين الدورين او بين الموسمين موسم وموسم هتبدا أيوه. موسم مفترض ان انت تعمل راحه ايجابيه بمعنى ايه ايجابيه؟ ان انت تمارس رياضه غير رياضه كره القدم أيوه. تنس سباحه طايره لكن ما تقعدش سلبي ايوه ما تجيليش جاري الدم في عروقك ما تجيليش حالتك زيرو يعني ما تجيليش من الاول هبدا من الاول مرنخ يا كابتن ابراهيم في لعيبه بتاكل الساعه 2 بالليل مكرونه وبيتزا والله العظيم عارف انا بس لعيبه الكوره اصحاب هم اثنين اثنين مضيعين لعيبه مصر لعيبه مصر لعيبه كويسه جدا تحس الكواليتي اثنين اللي هم ايه اثنين السيستم لايف طبعا بتاعتهم النوم ما بيناموش في ميعاده والاكل لك ان تتخيل انا من ساعه ما رحت مصر في الاسبوعين عمال احارب وزن بحارب في الوزن بحارب في الوزن يعني بحارب يعني انا مدير فني جاي احارب في وزن اللعيبه ياه وبعدين عاوز اقول لك حاجه احنا في نص الموسم احنا في نص يعني المفترض ان انت بس حضرتك بتتكلم على الظروف دي أيوة. بتكلم قبل الظروف دي لا انا بتكلم انا بتكلم عامه كمان عامه بتتكلم اول حاجه خلي بالك ده موجود في كل الانديه طب حاطط خصومات على الوزن ده هو ده هو لولا الخصومات ديت اللعيبه كيلو كام كيلو بكام عندك كيلو الكيلو ب 1000 جنيه اغلى كيلو لحمه الكيلو ب 1000 على طول ده ممكن من ضعف والله العظيم هو في لعيب بيكبر بيكبر دماغه طبعا فيبقى كيلو ب 2000 انت لازم هتكبره خاصه ولاعيب كويس للاسف لعيب كويس لكن هو احنا وصلنا لايه للعقليه هي دي المشكله هي دي المشكله بس حلو انا لو انا لو انا مثلا المدرب مثلا بتاعي في الجيم عامل لي كيلو ب 1000 جنيه اقسم بالله لا موت نفسي عشان الحاجه بتاعت 1000 جنيه الحاجه الثانيه انت بره عارف امتى تاكل امتى تتمرن امتى تنام صح مش كده دول ثلاث حاجات مفترض اساسيين عشان يساعدوك انك تكون فت صح عشان يساعدوك هات اللعيب بره جسمه فيه شحوم صح لا اللعيبه مظبطين نفسهم الكلام ده مأخرنا احنا ككره مصريه صح ان احنا بنحارب خلي بالك الكلام ده على صعيد يا كابتن انتوا بتعانوا قوي والله انا بقول لك حاجات من يعني زي بقول لك كده من جوه غير بقى اللي احنا بنشوف في الملعب بقى اللي هو ايه لا 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 4-4-2 والكلام ده لا لا يا كابتن ما انت لازم دي اخر حاجه في مراحل قبلها كتير طبعا هو انت نمره واحد لازم تكون فت عشان تقدر تنافس تكتيك صحيح كده انت النهارده لما بتتفرج على الكره الانجليزيه الناس عماله تجري بوكس تو بوكس بوكس تو بوكس لحد الدقيقه 90 وبعدين لما بيعمل وقت اضافي 120 بوكس تو بوكس رايحه جايه رايحه جايه صحيح الفت ده جه منين؟ الفت ده من اتولد ربنا سبحانه وتعالى عطاله قلبين وعطاله جهازين تنفس لا هو هو زيه بس بس هو بني ادم بس هو نظم نفسه وعرف حقوقه اللي ليه واللي عليه صحيح وفي قوانين صارمه انت ما بتنفسي بره حتى لو انت نجم الفرقه ما لان انت الحته اللي انت بتقول لي عليها بتبوظ لي شغلي بتبوظ لي شغلي وهو مفترض لعيب اللعيب احنا يعني لو استطعنا ان احنا نخلق 11 مدرب يعني 11 لاعب جوه الملعب أيوه. مدرب بشخصياته انت نجحت ايوه انت نجحت فانت محتاج هالي. انت هالي. محتاج تطور في الفكر بتاع اللاعب التجربه الام بقى. بالنسبه للكابتن طارق في القصه دي كانت مع حرس الحدود كتير. بالفوز على النادي الاهلي والفوز ببطوله الكاس والسوبر لما اقتنعوا يعني احنا 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 مش عاوز اقول لك كفحنا كفحته خلي بالك كل مدربي مصر بيعانوا من الحته دي انا بكلمك انا عن انا طارق الشق طارق العشي شخصيا اهو كنت بكافح في ايه قول لي بكافح في لحد لحد بقول لك اخر انا اخر فرقه كل فرقه اروح فيها هي دي المشكله الرئيسيه الوزن لا انا الوزن والانضباط والعقليه لا انا بكلمك على السيستم لايف بتاع اللاعب سيستم لايف اللي انت بتحاول توصله يا ابني بره يقول لك احنا مش زي بره بص اول الرد 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 يعني ايه جاهز جاهز الحجه جاهزه فانت مش هتوصل للي انت شايفه بره الا ما تعدل هنا وده هنا ليه يا ابراهيم ليه سالتش نفسك ليه لا ما هو المفروض ان هو يبقى هنا هيبقى فين لا العقل يعني ايوه ليه ده النعمه المفروض يبقى فوق دي النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزها لبني ادم العقل يعني طبعا ماشي. انا بسال ليه فوق يعني انت النهارده لولا العقول الجباره دي كنت شفت علماء كنت شفت علماء ما كنتش شفت متفوقين ما كنتش شفت ناس اذكياء على مستوى العالم ما كنتش شفت فرق متفوقه على مستوى العالم لا
فانت احنا مشكلتنا في دي. واللي عاوز والمشكله اللي يساعدنا في دي هو اللاعب. والمشكله ان احنا انديه بما فيها من رؤساء واعضاء مجلس اداره واجهزه فنيه وجماهير خدامين عند اللاعبين فعلا. هي دي المشكله. ده تعبير صريح قوي يا كابتن. ما انا بقول لك اهو انت تعبير صريح. هو ده السلاح. هو احنا هننزل نكافح كلنا بنخدم على ده علشان ده هو اللي يكسب. هو في الاخر هو ده الشغل اللي بيبان. هو ده الشغل. هل انت تتصور ان انا مثلا بكون عامل وحده تدريبيه الصبح ويجي لي البيم مطبق وانا ما اعرفش وبعدين يجي ينصاب يقول لك اصل الحمل عالي. طب ما قلتش ليه ان انت اصلا سهران والجهاز العصبي بتاعك غير متوازن والاجهزه الحيويه بتاعتك متدمره؟ يا خبر ابيض. كمان مش صريح معايا. مش صريح يعني افترض تبقى صريح معايا. تبقى نايم بتفوت. احنا بقول لك بنا ومناول بتفوت على الاوض بتشوف مين صاحي ومين نايم وبتشتغل زي العسكري ولا ايه ده؟ ايه ده؟ تلف على الاوض. ايه ده؟ نام يا حبيبي. وبعدين لما تلاقي التلفزيون بقى نام يا كابتن. الكلام ده بطل يا كابتن. لا 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 يا كابتن الكلام ده خلاص في ردود بقى. كمان امال ايه؟ الكلام ده بطل يا كابتن. لما كنت صارم في الحته دي صارم انت شغلك باص. انت شغلك باص لان في رولز لازم تتحقق عشان انت تنجح. طب لو جينا نقسم الشغل بتاع المدير الفني كام في الملعب وكام بره الملعب بقى بالحاجات حاجه لا هنا في مصر؟ لا المدير الفني ما بيفصلش. اما بقول لك مدير فني اداري اداري لازم يبقى حاطط عينه في راسه في كل حاجه. طب وانت هتقعد اللعيبه في معسكرات طول الوقت؟ ما هو لا مش معسكرات. ما انا بقول لك صعب السيطره عليهم طالما هم ما عندهمش الامان. هو انت عارف الكلام ده في المعسكرات كمان فما بالك بره المعسكرات. عشان كده بقول لك اللعيبه احنا في وقت ميت اهو. يعني احنا قاربنا من شهر ما خدهاش اجازه دي بقى لها مده. بقى لهم سنين صحيح. تمام. انا راهن لو في لعيب بيتمرن مفيش بيتمرن تمرين محافظ على لياقته البدنيه. انا راهن. لكن انت مشكلتك انك بتيجي وصلت لحاله الزيرو. انا مش عاوز اوصل لحاله الزيرو. انا مفترض لما تيجي ابدا انا افرض دلوقتي اتحاد الكوره راح جاي قال لك خلي بالكم يا جماعه قدامكم شهر عشان تبداوا الدوري. شهر يعني كام؟ 4 اسابيع. ما تلحقش. لو انت مش مساعدني من بره انا ما الحقش اجهزك كفرقه حتى على الصعيد البدني. ما الحقش لانه واصل للحاله تقريبا. الحاجه الوحيده اللي هتساعدني ان فرق مصر كلها بنفس الشكل. يعني مفيش فرقه كله كله ضارب مكرونه كله ضارب مكرونه وكله ضارب مكرونه. يا ريت مكرونه. انا نفسي ازاي ضارب حمام بالرز. ما فيش حاجه بنعملها غير الاكل. الدخنة والتلفزيون. فخلاص هتعمل ايه؟ طالما كل الفرق هتنزل بالشكل ده خلاص مش مشكله. انت شايف انت شايف طبعا بيجي لك المسجات اللي هي اللعيبه البصريه هيجوا لك بعد التخان دول ولا كده. لا هو انا بخاطب اللاعبين اللي هو النهارده انت بتقول لي وليد بياخد 11 مليون مبلغ بالنسبه للمصريين في صعيد كره القدم مش مبلغ كبير. أيوه. بالنسبه طبعا للارقام اللي انت بتشوفها. ايوه. لكن بالنسبه للمصريين ايوه رقم كبير. رقم رقم بياخده عشان هو يستاهل. فانت لازم انت تموت عشان تصل للمبلغ ده وغيره 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 وغيره. هو محمد صلاح زي بقول لك محمد صلاح يعني لو ما طحنش نفسه على الصعيد الفكري وان هو عمل بص يا كابتن الجزئيه بقى اللي حضرتك بتتكلم فيها. محمد ما كانش تشريحه كده. محمد اشتغل ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر عليه ربنا يحميه يا رب. تشوف البنيان الجسماني محمد بيشتغل في الجيم كمان ما شاء الله. تدويرة الكتف ده الشغل اللي هو بيعمله علشان يقوي نفسه في الالتحامات. محمد ما كانش خارج من مصر بالشكل ده. ايوه امال ايه. محمد ما كانش الفات الدهون ما كانتش يعني مختفيه من جسمه بالشكل ده. محمد ما شاء الله بتتكلم شكل محمد ده كده. انا اسف للمقاطعه كابتن بنتكلم في 3% او 4% بالشكل اللي انا اللي حضرتك شايفه ده كابتن. يا ابراهيم انت لما بتيجي بتقيس بتعمل قياسات للاعب بالنسبه للاوزان انت مش بتهتم بالوزن بس. انت بتهتم بنسبه الوزن طبعا الطبيعي بتاعه وبنسبة الدهون في الدم. دي خلي بالك المشكلة. ونسبة العطل في الجسم. صحيح. ونسبة المية قد ايه. صحيح. كل ده بيطلع لك في القياسات بتاعتك.
واخد بالها؟ ايوه. لو ما كنتش انت نموذج زي ما وصل محمد، انت النهارده رونالدو لما بيجيب الجول بيقلع بيعمل لك بيتباهى بجسمه. انت واخد بال حضرتك؟ فالنهارده احنا صغير. المشكله الرئيسيه اللي احنا المشكله الرئيسيه اللي احنا بنواجهها هي عقليه اللاعب اللي هي لن ترتقي حتى الان في عصر الاحتراف الرهيب ده للبروفيشنال. طيب هو ليه، وده سؤال مطروح، ليه انا كمدير فني او ليه انا كاداره نادي بروح اتعاقد مع لاعب وبديله ارقام تحت بند الاحتراف لكنه هو ما بيدينيش الاحتراف؟ طب ما هو انا لازم احط ارقام تناسب اللعيب ده لانه في النهايه ما بيدينيش اللي انا عايزه يا كابتن. ما هو انت هو في وقت المادي بتكلم احتراف، تعال بقى اديني اللي انا عايزه. قليلين قوي اللعيبه اللي بتديني اللي انا عايزه على المستوى الاحتراف. انت النهارده لما انا اكبر الانديه اكبر الانديه بتتنافس على لاعب في الصفات اللي احنا بنقول عليها دي، وهم اللي بيتنافسوا، مين اللي بيعلق قيمته؟ هو ده الانديه. اه، وهو عنده نفس السلبيه اللي انت بتقول عليها دي. صحيح. السهر وعدم الالتزام وعدم الانضباط، وهو ميزته ان هو لعيب مهاري وراجل مثلا ربنا كرمه بيعرف يجيب جون، بيعرف يتحرك داخل الملعب وبيلعب في فرقه كبيره مساعداه بس. فالارقام بتبتدي. لكن تعال انت عاوزين نتعلم من بره. النوعيه اللي زي ديت في كل الانديه اوت، ما بتفكرش فيها، ما بتجيبهاش. بس هي المشكله ان 75% 75% من اللاعبين في العقليه المصريه كده كده. انت محتاج تطور دي. عارف احنا لو قدرنا نكسر الحاجز ده لعيبه مصر ديت هتكون في مكانه تانية. انت شايل في قلبك وفي صدرك، ما انا بقول لك من اللي انا بعانيه، من اللي انت بتعانيه. انا بعانيه. انا مفترض كمدير فني مع الكلام ده، انت ماشي بالعصايه وراهم، بالعصايه وبتجبرهم. ليه انا اجبرك؟ ليه انا اخد من مجهودي الذهني ان انت تخس؟ ليه انت ما تكونش ستاندر؟ يعني ليه انت ما تكونش ستاندر؟ علشان ده اكل عيشك، فانت لازم هو اكل عيشك. وانت لك حاجه تانية. انت لما بتيجي انا بعاقبك بتقول لي انت قطعت عيشي يا كابتن. بتيجي تخصم مني ايه ده؟ حرام عليك. طب انت طالما محافظ على اكل عيشك اعمل. بره بيختلف، احنا عندنا حته العاطفه دي شويه يعني بتاخدنا. بره مفيش عاطفه، مفيش عاطفه بره. انت ما اديتش النهارده محمد صلاح هم في فرقه كبيره اصبحت نمره واحد في العالم ده. صحيح. لو هو قل شويه شكرا. مش لو ته شويه هيتفرب في الفرمه. شكرا. ليه؟ مفيش حتة العاطفة. احنا انت هتقطع عيشي، اصل ابويا، اصل امي، اصل بيتي، اصل انا مصاريفي. اعمل بقى عشان بابا، عشان ماما، عشان الولاد، عشان المصاريف. عشان كده انا بحيي وليد. ليه؟ ان وليد تعب. انا لان انا معاشره هو كان ايه وبقى ايه بالمجهود وبالتعب. محمد صلاح كان ايه وبقى ايه؟ دي النماذج اللي انت لازم تحطها قدامك. وبعدين مفيش حاجة يا ابراهيم بتيجي من بلاش. لازم تقدم عشان تاخد. وبعد ما تخلص الكوره يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، اسهر براحتك، نام براحتك، كل براحتك، اعمل انت عايزه. ما كل بيعمل كده بس يكون انت امنت نفسك. بعد ما تخلص كوره بمعنى ايه؟ بعد ما تخلص مسيرتك. طب انا عاوز اقول لك حاجه. كل اللعيبه اللي كنا بنعاني منها وبقوا مدربين فكرهم اتغير تماما. بمعنى ان هو دلوقتي اللي بيحارب اللعيبه عشان طبعا فبيقول لك انت كنت بتعذب اللعيبه. ما كانش مقتنع لما اقتنع. طب الكلام ده انت بتطبقوش ليه؟ انا بقول لك لو اللعيبه دي وصلوا في الحاله ديت ان غيرنا عقليتها، اولا هيتغير على الصعيد التكتيكي، ثانيا على الصعيد البدني، دي كواليتي تاني طبعا. طب ما هو ده برضو يرد لنا يا كابتن طارق، هو احنا ليه الكوره عندنا بطيئه في الملعب؟ هو احنا ليه الايقاع عندنا؟ لا مش بطيئه، دلوقتي التحسن كبير عن زمان. لا برضو زمان كان في مواهب. انت لما تيجي حاجه تيجي تشوف دلوقتي الايقاع زي ما حضرتك ما بتقول كده، ال 90 دقيقة كل رايحة جاية رايحة جاية رايحة. انت هو زي ما بيقول لك كده، لو انت بتتفرج على الدوريات الأوروبية وبعدين تيجي تتفرج على الدوري المصري أكنك ايه اتفرجت على تلفزيون أبيض وأسود. أيوة بالظبط كده. مش كده؟ صحيح. لا. هناك شيء وهنا شيء. احنا بنتكلم في اختلافات كبيرة جدا. مش كده ولا ايه؟ صحيح. احنا بنتكلم على حاجات جوهرية المفترض اللاعب المصري يقلدها، احنا بنقلد بره في الفلوس. برافو عليك. احنا بنقلد بره في الفلوس. حقوقي ايه؟ وعقودي ايه؟ لكن ما بنقلدش بره على انتظامه وانضباطه والواجبات اللي عليه وحقوقه اللي عليه وان هو يبقى راضي ما بيكتبش في عقده انا لعيب اساسي يلعب يبوظ على باخد الكوره. لا مفيش الكلام ده. لعيب ليك واجبات، حقوق انت بتاخدها من النادي وبتأدي قدامها واجبات. لو ما اديتهاش بالسلامه يا باشا.
صحيح. احنا هنا عندنا نظام الطبطبة ما زال حتى الآن، العقليات ما زالت حتى الآن، لذلك احنا كل 30 سنة بنوصل لكأس العالم. مش بنوصل على طول. صحيح. كل ما يطلع لنا جيل كويس وبالصدفة كمان كل ما يطلع لنا جيل كويس يوصلنا. الحوار ممتع وجميل معاك يا كابتن طارق. انا نفسي اطلع فاصل بقالي كتير، هم عاملين كل شويه فاصل 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 فاصل. معلش انا طولت عليك شويه. لا الحوار ممتع، وانا لما بلاقي الحوار ممتع انا دايما بتعامل بتعامل ان انا مشاهد، فبقعد اتكلم فبنسى ان انا المفروض دلوقتي اطلع فاصل، فاطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. يلا بينا. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا الممتع مع كابتن طارق العشري. يا كابتن طارق بقى، طيب خلينا نتكلم بقى على تجربتك الحاليه مع النادي المصري، الظروف اللي جيت فيها، المواجهه اللي حصلت مع نهضه بركان في البطوله الكونفدراليه، شفت ازاي الفرقه والظروف العامه؟ خلينا الاول اقول ان انا شرفت بتولي مسؤوليه النادي المصري، ده شرف كبير ليا انا شخصيا. والنادي المصري صراحه هيضيف للسي في بتاعي جزء كبير جدا. وكنت سعيد جدا جدا لما الحاج سمير حلبيه كلمني وعرض عليا ان انا اتولى مسؤوليه النادي المصري، ورحت فعلا قعدت معاهم واتفقت، لكن رهنت الموافقه بعد موافقه حرس الحدود. وفعلا انا استاذنت الناس في حرس الحدود لان انا كان عندي رغبه كبيره جدا. أنا أنت لو تلاحظ في المسيرة دي كلها في مصر أنا ما تولدتش نادي جماهيري في مصر. أيوه. يمكن تولدت بره في ليبيا، أهل طرابلس وأهل بنغازي، الهلال السوداني، دول أندية كبيرة جدا في ليبيا أو في السودان جماهيرية. فكان عندي شغف إن أنا أتولى نادي جماهيري. صراحة ما لقيتش أحسن من نادي مصر، رغم الظروف طبعا صعبة، وكنت مقدم على البطولة الإفريقية. كان عندي امل ان اواصل صراحه، لكن في ظروف حاله ان احنا نواصل داخل الفرقه نتيجه اصابات كبيره جدا حيويه في لعيبه اساسيه، خاصه جيت لقيت في خط واحد او في مركز لعيب واحد. يعني حراسه المرمى تاثرت بشكل كبير جدا، اولاد اللي تحملوا المسؤوليه في وقت صعب. يعني انا كنت مشفق عليهم جدا، انت عارف الجماهير يعني لما بتلاقي الهزيمه والعناصر مش خاصة حراسة المرمى دي بالذات نص الفرقة. خط الدفاع برضو نفس الكلام، لك أن تتخيل أن احنا بنخوض المباراتين رايح جاي، وأن ما عندكش غير حراسة المرمى الشباب وخط الدفاع ملوش بديل. حتى يمكن شوشة دخلناه بعد ما كان مصاب، وعمر كمان بيلعب في مكان غير مكانه ظهير أيسر. فكل دي ظروف كبيرة جدا جدا، بالإضافة للحالة النفسية بتاعت الولاد، كانوا خارجين من هزيمه من المقاولين في كاس مصر نتيجه كبيره. ايوه. فحاولنا ان احنا نعد الولاد، طريقه اللعب مختلفه تماما غير الطريقه اللي كان بينتهجها الكابتن ايهاب. فكل ديت كان في خلال اسبوعين. انا قلت لهم، انا كنت صريح جدا جدا معاهم ان انا لسه ما اشتغلتش معاكم ولا 1% من الشغل اللي انا اقتنع بيه كطارق العشري. صحيح. وان انا احب ان انا اثر فيك، وان الناس تبص في الـ في الـ في, الـ في الماتش او المتابعين يقولوا ده شخصيه طارق العشري على الفريق. فكل اللي انا عملته عمليه تنظيميه سيكولوجيه مع اللاعبين، تنظيميه، لعيبه كانت بتلعب في اماكن غير في اماكنها ابتديت احطها في اماكنها الاصليه. الولاد صراحه معنويا اجتهدوا بشكل كبير جدا في مباراتين، لكن الظروف حاله ان احنا نصعد، مع ان انا كنت شايف ان الخصم في المتناول، يعني مش هو القوي، مش بعيد يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل، يمكن الخروج ده كان في صالحنا عشان نرتب الاوراق. كل مكان يقلقني ان لما جدول مسابقه الدوري نزل، واحنا هناك كنا في المغرب في الماتش الثاني، وكان عندنا ماتش يوم 12 مع الحرس، ثم الزمالك 15، ثم 19 مع الاسماعيلي، وبعدين 22 مع الاتحاد. ضرب نار، اربع مباريات طبعا من عيار ثقيل، وانت جاي من سفريه يعني يا دوب خدت 48 ساعة وجاي محبط، والإصابات كتيرة جدا بتضرب كده. فما أخبيش عليك، أنا كنت سعيد جدا جدا بالتوقف. ما كنتش أحسب طبعا التوقف هيمتد كده خالص. لا، أنا كنت قلت أسبوعين وبعدين هنرجع تاني للنشاط، ندور مكان عشان أرتب البيت بس، والولاد يقفوا على حيلهم، وابتدي أنظم، أحط فلسفتي بشكل كبير جدا للاعبين. لكن
التوقف طبعا امتد. فرصة كويسة سواء ان الدوري هيكتم هيرجع لان في فترة طويلة. هي المشكلة ان انت كنت فاكر انه المصري هيستفيد من الفترة دي بدنيا. اه بالظبط. في كل حاجة. في كل حاجة. بس. في كل شيء. والمصاب يرجع. هتفصل الفرقة على دماغك انت. كنت فاكرها فترة اعداد تانية. طبعا. انت هتفصل الفرقة على دماغك. على انا بحب ان انا اكون زي ما بقول لك شخصية طارق العشري. في كل شيء. عارف يعني في كل شيء. ايوه. لان انا بحب الفرقة اللي انا بتولى مسؤوليتها تكون كده. تمام. انتظاميا انضباطيا داخل الملعب منضبط خارج الملعب منضبط لك شخصية. انا بحب الصفات الاراديه في اللاعب بجانب الصفات المهاريه الخططيه. لازم يكون عندك مرونه تكتيكيه في داخل الملعب. طريقه لعبك مختلفه تماما عن طريقه كابتن هاني. انا مختلف تماما ممكن ما تكونش ممتعه لكن انا بلعب على نتائج اكتر من اللعب الممتع. تاخد بالك. اذا جبت الاثنين خير وبركه بالنسبه لي. يعني اذا جبت المعادله دي صحيح. اداء ونتيجه يبقى خير بالنسبه لي، عملت حاجه كويسه جدا. لكن في المقام الاول خاصه انا عارف مقدار النادي المصري وجماهيريه النادي المصري والقد ايه الجماهير طموحه. فانت لابد انك تحقق التارجت ده. نمره واحد الهدف هو النتائج صحيح. اللي هيوصلك للمكانه الطبيعيه. هو ده اللي احنا هنعمل عليه ان شاء الله من الفتره اللي جايه. اتلغى الدوري هيديك فتره كبيره لان برضو احد يعني ما اخبيش عليك ان كان عندنا مطب كبير جدا ان القيد. احنا محرومين من القيد نتيجه العقوبه الدولية علينا بمنعنا من القيد ليناير اللي جاي. مش بقى وده المشكلة الرئيسية اللي واخد على عاتقها المهندس سمير حلبية ومجلس ادارته عشان يحلوا المشكلة دي، لان ده موقف لنا اي تدعيمات للفرقة صحيح. فانت الرجالة اللي معاك باقيين هتحارب بيهم هتحارب بيهم لحد اخر. فهم نفس. يعني ليه عشان انت توصل للمكانة اللي انت عاوزها وتحقق التارجت بتاعك يا سيدي كلف يا جاري يا بخي. انت محتاج دي بشكل كبير جدا. انا ذات نفسي ليا مواصفات في لاعبين معينين اللي انا بحب ان هم يكافحوا معايا. طب هتعمل ايه مثلا وانت يعني بقى حضرتك عندك صداع في فكره كريم العراقي وان عنده رغبه ان هو يرحل للاهلي او الزمالك بحسب تصريحاته هو نفسه اتكلم فيها، هتعمل ايه؟ شوف كريم، انا تابعت الفتره اللي فاتت دي والكابتن عبد الظاهر يعني احنا ما بنهزرش في تطبيق اللائحه لان هو طبعا خرج على الاعلام بدون اذن اعلام. بس معايا انا كان خارج باذن يعني في التصريحات اللي هو اتكلم فيها ان هو باقي في النادي المصري كان خارج باذن لكن انا في تصريحات ما اتقالتش عندي برضه عشان يعني خلينا نقول ان احنا بنرسي مبادئ داخل الفرقه. العمليه مش عمليه فوضويه. حاجه الثانيه احنا بنحب الانتماء. انا ذات نفسي انا خارج طبعا من نادي الاتحاد وبحب الانتماء. تاخد بال حضرتك. وبحب اللاعب خاصه النادي المصري. انديه الساحليه ديت بتحب ان هي تشعر في لعبها ان هي متمسك بيه. الاتحاد، الاسماعيلي، المصري، السويس. واللغه اللي اتكلم بيها عطى مجال ان انت انا ذات نفسي شخصيا على لسان انا مش هيتواجد معايا غير اللعيب اللي بيحب المكان. مش هيتواجد معاك غير اللعيب اللي بيحب اللعيب اللي هيحب المكان. اللي هيضحي في المكان، اللي هيحارب من اجل المكان. لكن اللي واخدنا سلمه دي ده مش هيكون ليه موجود مكان معايا انا شخصيا. لكن مصلحه النادي في كل شيء. احنا هنبدي مصلحه النادي. الحاجه الثانيه ان حتى الان وقتنا الحالي مفيش عرض رسمي من اي نادي من ده. مفيش ولا اهلي ولا زمالك. مفيش عرض رسمي. ما جالوش عرض. اتعرض على لا نادي اهلي ولا نادي زمالك. كلها تسويق عن طريق الايجنتات وبيجسوا نبض النادي المصري. تاخد بالك. انت عارف جماهير النادي المصري جماهير يعني بتحب فرقتها قوي. كتير جدا بتحب فرقتها وبتحب لعبتها قوي. ايوه. بس تحب لعبتها مين؟ ايوه المخلصه. صحيح. انا كنت اتمنى كريم ان هو ما يطلعش الاعلام حتى لو كلمه بسيطه ان انا الكلام ده بفوت امر للنادي. صح. النادي هو اللي يقول معاي. وده اللي قاله معايا. ده اللي قاله معايا. النادي هو اللي يقول. معرفش ايه اللي خلاه طلع يتكلم تاني. النادي هو اللي يقول. لكن انا بحب الاهلي وبحب الزمالك، دول ناديين كبار وكلنا بنطمح فيهم. هي المشكله ان كل اللعيبه بره الاهلي والزمالك بيتمنوا ان هم يروحوا النادي الاهلي والزمالك نظرا لشعبيتهم ونجوميتهم وكمان للفروق الماديه الكبيره. انا احترم فيك انك طموح لكن لازم تأدي دورك الاول مع النادي بتاعك. صحيح. مع الجماهير ديت والنادي ده ليه حق عليك خاصه
خاصة ان انت لسه لاعب صغير. انت لسه بقالك يعني سنة ولا اتنين ولسه قدامك سنتين حتى كمان في عقدك. لكن انا ذات نفسي بقولك ليا مواصفات معينة في اللاعب اللي هيكافح معايا عشان نحقق الهدف اللي انا رايح له. صحيح. انا رايح عشان انجح. مش رايح عشان رايح عشان احقق طموحات. فعشان احقق طموحات لازم اللعيب يكون معايا قلبا وقالبا. صحيح. طيب هتكلم في جزئيات برضو ليها علاقة ببعض اللاعبين، انما خلينا نسأل حضرتك بقى الكابتن طارق العشري على طريقة أدائه الفنية. هل الكابتن طارق العشري ينوي ان هو يغير الطريقة بتاعته، الفكر بتاعه 4 4 2 اللعب على الكرة التانية؟ وانا عارف انه ده بيستهلك منك تفكير احيانا في طبيعة اللاعبين اللي بيلعبوا على الكرة التانية وتوجيه اللعب في الاماكن اللي انت بتبقى عايزها، والكرة التانية ديت مين اللعيب اللي هيستلم في الارض الكرة التانية بطريقة الاستحواذ اللي هيبقى الكابتن طارق العشري بيفكر فيها. تاني وتالت يا ابراهيم، اسلوب اللعب السكند بول ده اسلوب لعب. تمام. زيه زي الاستحواذ، زيه زي البدء الهجمة من تحت. هو ايه اللي بيتحكم في في المدرب في اختيار الاسلوب الامثل للفرقة؟ الامكانيات، امكانيات لعيبتك. انا ما يبقاش عندي حارس مرمى ودفاعات بتغلط ودي سلاح لفريق الخصم ان هو يضربني بيه، مش كده ولا ايه؟ في اخطاء كتيره جدا في تحت. ما انا نفسي ابقى برازيل من تحت. ايوه. برازيل اوروبا. أيوه. اسبانيا. انا نفسي، بس امكانيات اللعيبه بتاعتي لو بتسمح لي على كده هبدا. لما بتسمحش مش هدي سلاح لفريق ان يضربني. بالعكس. الحاجه الثانيه هو اسلوب السكند بول معلش مرهق شويه. وبيحتاج نواحي بدنيه اكتر. تمام. محتاج انك تقرب الخطوط اكتر، محتاج انك توجه اكتر. صحيح. ومحتاج انك تعمل بريسنج اكتر. وبعدين بعد ما تعمل كل ده لما تكسب كورتك انت مفترض تعمل ايه يا ابراهيم؟ تبتدي بقى تشتغل على الهجمه. ازاي؟ تستحواذ. من غير استحواذ والمحافظه على الكوره عمرك ما هتوصل للجول. صحيح. مش كده ولا ايه؟ صحيح. انت بتعمل الاستحواذ ده بتقلل مساحه الزمن في فريق الخصم، يعني بتحطهم تحت ضغط في نص ملعبهم، ثم تمارس عليهم استراتيجيتك فلسفتك اللي انت ناجح فيها، ولو نجحت فيها انت فرضت اسلوبك. صحيح. الفرقه الثانيه اتراجعت في فين؟ لثالث ملعب، لدفاعاتها، لدفاع. انك بتحاول تغلطهم في دفاعاتها. ولما تكسب كورتك انا ما قلتلكش ما تستحوذ او ما تبنيش او ما تحافظش على كورتك. ده بالعكس، لو انت حافظت على كورتك أأمن طريقة للدفاع عن مرماي. صحيح. ليه؟ طول ما الكرة معاك أنا مفيش كرة بتهدد مرماي. صحيح. بس لكن لما تفقد كورتك هي دي المشكلة. هي تفقد كورتك هي دي المشكلة. تمام؟ عشان كده أنت أنت بتعلم اللاعب لما تفقد كورتك تحارب على استرجاعها في أقل زمن. تاخد بالك؟ لكن الأسلوبين أنا بحبهم. وبحب إن أنا أتعامل معاهم. من غير الأسلوبين مش هتوصل للمرمى. ممكن توصل للمرمى بكورتين تحط بقى، وياما انا جبت جول كده بكورتين تو تاتش من حراسه المرمى للسنتر فورورد للتاني مكمل جول. وياما وصلت باستحواذ وبناء هجمات من على الاطراف وكروسات. بالعكس، انت شفت الحرس الاوت بتاعنا كنا بنجيب منه جول. طيب تستغل كل حاجه. انت بتستغل كل شيء عشان تصل للمرمى. طيب. باقرب طريقه بعشر كرات استحواذ. فالمهم انك تصل في الاخر للهدف. الناس بتدور في الاخر. لما فرقه انا مثلا يعني بلعب وادي دجلة، وادي دجلة ما فيش فرقه قابلتها الا مفلكتها. صح. صحيح. يعني ايه فلكتها دي؟ كوره يعني. فلكتها في الكوره يعني. يعني قطعتها على... يعني قطعتها لعبت ماتش كبير عليها. ماشي. صح. ماشي. احنا بنقول باللغه الدارجه كده. ماشي. تمام. لكن بتطلع خسرانه 2-3 في الاخر الناس بتتكلم عن ايه؟ عن الكسبان والخسران. مين اللي كسب؟ الفرق اللي يعني مثلا لو المصري كسب وادي دجله الكسبان. تمام. والبوزيشن بتاعك في الجدول فين؟ صحيح. انت البوزيشن بتاعك في الجدول فين؟ يعني انا قصدي انا المتعه بتيجي في المقام الثاني. في المقام الثاني بعد ما احقق الهدف. دي الفلسفه بتاعت الكابتن طارق العشري. أيوة. دي الاستراتيجيه بتاعتك. انا عاوز اكسب. تكسب نمره واحد. اكسب. ادي ثقه للاعبين. ادي اللعيبه لما تبص لنفسهم في الجدول كده هم فوق. وهم فوق الثقه بنفسها الفرقه تخاف منك.
انت فاكر انت الحرس لما وصلنا نهينا الدوري واحنا اول الفرق كانت بتيجي ملعب الحرس ده خسرانه 50%. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى عمل كده؟ الهيبه والشخصيه اللي اكتسبوها. الدور الاول تقصد حاجه؟ الهيبه والشخصيه. احنا كنا بنتغلب بالاهلي والزمالك بثلاثات واربعات، وصلنا الاستوديوهات التحليليه مع الاهلي والزمالك مش متوقع نتيجه الحرس والاهلي. صح. بعدين انت في عز الاهلي بقى اللي هو فيه كان فيه مانويل جوزيه، صح؟ مش حضرتك تقصد الوقت ده كده؟ انت ما كنتش تتوقع المحللين واصل 50-50. صحيح. احنا بنلعب المباراه اللي قدامك دي في الكاس ال 50-50، 50 للحرس 50 للاهلي. كان 80 الاهلي و30 للحرس، 20 للحرس. وصلتها بطريقه اللعب وبالاستراتيجيه. بالظبط كده. تمام. المهم ان انت الهدف اللي انت عاوز توصل له توصل له من 10 شوارع ماشي. توصل له من شارع واحد اوكي. طيب معلش طول بالك عليا، انا مطول خالص معاك يا ابراهيم. لا بص، انا بحب اتكلم في الامور الفنيه، بستغل مثلا موجود معاك كابتن طارق العشري عشان افهم ودماغي تكبر شويه في الكوره، افهم اكتر في الكوره. طيب الكابتن طارق العشري من اول ما ابتدى مع حرس الحدود دور الرجل الاول وهو كان اول مدير فني لعب 4-4-2، صح كده؟ تمام. طيب ليه الكابتن طارق العشري ما طورش فكره انه يلعب على السكند بول؟ ليه معتمد على الاستراتيجيه دي؟ عشان الامكانيات فعلا بتاعت اللعيبه؟ عشان انت جاوبت على السؤال. عشان الامكانيات بتاعت اللعيبه. انا عندي قلت لك اللي بيبني استراتيجيه المدرب امكانيات اللاعب، والمدرب الذكي اللي يقرا امكانيات اللاعب ويديها على قد المنهج بتاعه، على قد المنهج، ما يديلوش الاكتر. يعني انا ما اجبرش اللاعب ان هو يؤدي دور وهو ما عندوش، ما هو اللاعب ده هيسبب لي في كوارث. يعني لاعب، ما هو مين اللي بيلعب؟ اللاعب. ومين لو هو ما عندوش الامكانيات دي يديها ديت، ما في الاخر انا اللي هخسر. وبعد ما يخسر ماتش واثنين وثلاثه، مين اللي هيمشي؟ مين اللي محضر شطته؟ المدير الفني. واللاعب فين؟ فلازم اللاعب يلعب على شخصيته ودماغه، لازم ينفذ لي وانا اللي شايف الطريق اللي هينجحه. صحيح. الطريق انا كل اللي بعمله ايه يا ابراهيم؟ ان باثر مسافه اللعب، مسافه الوصول، وصافة الوصول. وان انا بلعب بدل ما بلعب طول الملعب من بوكس بوكس بول، بلعب في 40 يارده. صحيح. وبغلط الفرقه الخصم. انا بقول لك بغششك اهو. لا انا مركز جدا في في التكنيك بتاع الكابتن. وبغلط الفريق الخصم. بلعب على الخطا. تمام. وبلعب على الضغط. وبلعب في التواجد الهجومي في 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 في, في, في الثلث الاخير ده. الثلث الاخير غير ان انا قريب من مرماي. طب الفرقه الثانيه كسبت الكره بتاعتها. انا عندي مساحه من الزمن ومساحه من الملعب ان انا اقدر اصلح خطاي، غير ما يكون خطاي في ال 18 عندي. صحيح. وبالتالي انت بيبقى عندك مساحة زمنية لإعادة التمركز مرة أخرى. بالظبط كده. تمام. احنا ساعات كنا حتى بنقول للعيبة في التكتيك، انت لو ما قدرتش انك تعمل بريسنج تاني عشان تستحوذ على الكورة، اعمل فاول تكتيكي. صحيح. عطل الكورة، المهم ما تتضربش. صحيح. حوار ممتع يا كابتن طارق، انا دايما بحاول استغل ايه كل حاجه. انت عاوز بس تطلع مني كل حاجه. طلع كل حاجه. هروح للفصل وبعد الفصل لسه مكملين مع حضراتكم في حوارنا الممتع مع كابتن طارق. يلا. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا، وصلنا للمحطة الأخيرة مع كابتن طارق العشري، وصلنا لفقرة السبورة. السبورة وكابتن طارق العشري وجها لوجه. خايف من السبورة؟ لا ما تقلقش. خلاص يعني احنا ايه؟ السبورة. واحدة واحدة. جاهز؟ يلا توكل على الله. يلا بينا. حامد عمل لنا جميل. يلا بينا. اكتر من كمان الحظر، ما تقلقش يعني. مسؤول المصري اتفقوا معي على تدريب الفريق اثناء وجود الكابتن ايهاب جلال، نعم ام لا؟ لا. لا. استبعادي من المرشحين للمنتخب لاني لست محسوبا على الاهلي او الزمالك، نعم ام لا؟ نعم ولا. نعم بس هنخليها ليه. صح كده؟ ماشي.
هم محتارين دلوقتي مش عارفين يدوسوا على انهي زرار. ماشي. عصام البدري هو الاقدر لقياده منتخب مصر في الوقت الحالي؟ نعم ام لا؟ نعم نعم. ما فعلوا مسؤولي وادي دجله بتواجد تكيس جوناس بدون علمي؟ اهانه لي. نعم ام لا؟ انا زعلت ساعتها. زعلت؟ اه زعلت كتير جدا، لان كان في كلام ان بالتجديد وبعد كده الكلام اتقلب خالص. معرفش ليه، معرفش ليه. لكن في الاخر خلاص يعني هم بحترم قراراتهم، وفي الاخر انا مشيت واديت دوري تماما مع نادي وادي دجله. الكل كان يعلم في وادي دجله ان الفرقه كانت مهدده بالهبوط 100%. حضرتك كنت جاي في ولكن زوجة. الحمد لله ربنا ما خذلنيش، والولاد كمان ما خذلونيش الصراحه، كافحوا معايا والحمد لله استنوا في الدوري. وكان في وعود بالتجديد؟ كان كان في كلام اتفتح في التجديد. اللي بعده. الانديه تتحصن من الجماهير بالمدرب الاجنبي عن المصري، نعم ام لا؟ الكبيره، الانديه الكبيره طبعا. الانديه الكبيره لها يعني كاريزما معينه في المدرب، خاصه الاهلي والزمالك. ما كانش اجنبي يبقى ابنه. صحيح. اللي بعده. اللجنه الخماسيه تخشى الاهلي والزمالك فقط، اللي هو اتحاد الكوره يعني، نعم ام لا؟ اعتقد ان تخشى النادي الاهلي والزمالك يعني مش متركبه شويه، لكن بيتعمل لهم حساب. حساب. يعني خلينا نقول انهم بيتعمل حساب للاهلي والزمالك. بيتعمل حساب للنادي الاهلي. ماشي كريم، يبقى نخليها اللجنه الخماسيه او اتحاد الكوره بيعمل حساب للاهلي والزمالك. نعم. طبعا هم انديه القمه. صحيح. اكبر ناديين في 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 مش في مصر بس، في كل العالم بيحصل كده. اللي بعده. لا يوجد انتماء في كرة القدم والماديات هي من تحكم، نعم ام لا؟ نعم. اتمنى ضم حسام عاشور الى النادي المصري، نعم ام لا؟ حسام قيمة كبيرة جدا، وانا يمكن قلت رأيي فيه لما سئلت. حسام مش هيدي في اي نادي قد ما ادى في النادي الاهلي. يعني شايف انه ينهي حياته في النادي؟ انا شايف ان هو يبتدي ياخد كارير. العرض اللي عرضوه النادي الاهلي جيد بالنسبه له. جاي. وبعدين اللاعب هيدي قد ايه في الكوره في السنه دي؟ السنه 2 3 يعني. انا شايف ان عرض جيد جدا، وانه يحافظ على اسمه. حسام يعني من اولاد النادي المصري، النادي الاهلي. ف انا اتمنى ان هو يفكر يراجع نفسه في الحته دي بالذات يعني. لبعض. قرار احمد فتحي بالرحيل عن الاهلي هو الافضل له، نعم ام لا؟ هو احمد كان قراره ده. فانت لازم تحترم قراره يعني. اللاعب هو اللي بيقرر سواء بالبقاء او بالرحيل. بس وجهه نظر حضرتك ايه؟ هو قرار افضل بالنسبه له ولا كان كمل في الاهلي؟ انا لو تسالني انا بحب الانتماء يعني شويه. فانا كنت اتمنى ان هو ينهي حياته في النادي الاهلي. ينهي حياته في النادي. أنا مشجع أهلاوي وأتمنى تدريبه يوما ما، نعم أم لا؟ أنا مشجع أهلاوي. أنا مشجع، خلينا نقول تحداوي أهلاوي. تحداوي أهلاوي. ماشي. الأسبقية للاتحاد. ماشي. أتمنى تدريبه في يوم ما. طبعا أمنية لكل مدرب. في فترة من فترات كنت قريب كان اسمك مطروح بشدة، خاصة بعد مستر منو. بعد مستر منو الجوزي. إيه اللي حصل ساعتها؟ ما تولدش المهمة؟ ما أعرفش. ما تعرفش؟ ما أعرفش. اللي بعده. ابناء الاهلي سبب ابتعادي عن تدريبه، نعم ام لا؟ لا لا لا. هو انا قلت لك ان هناك خاصه في الانديه الاهلي والزمالك في فلسفه. المدرب الاجنبي او احد ابناء النادي. احد ابناء. بيراميدز نجح في انهاء سيطره القطبين على سوق الانتقالات، نعم. لا ده قلب الدنيا. قلب الدنيا. ده قلب الدنيا خالص. نعم نعم. التألق امام الفرق الكبيره جعل البعض يتهمني بالسحر، نعم ام لا؟ لا طبعا. في حاجه زي دي بتحصل قوي. ماشي. الاختيارات. مدرب بيستحق قياده منتخب مصر، مين من الثلاث اسماء؟
ميدو إيهاب جلال عماد النحاس أو أي اسم رابع لو حضرتك عايز. ثلاثة. التلاتة؟ التلاتة يستحقوا إن هم يمرون. طب بالترتيب؟ يعني خلينا نقول ميدو من المدربين الواحدين اللي عنده شخصية جيدة جدا في فلسفة تدريبية، مش واخد حظه شوية في التدريب في مصر، لكن ممكن تكون البدايات الصعبة ديت بتنم عن مدرب قادم كبير. إيهاب طبعا ما شاء الله في الفترة الأخيرة أحد كان قاب قوسين أو أدنى أنه يتولى دخل المسؤولية السنة اللي كان التنافس بينه وبين الكابتن حسام، وعمل نفسه فيه كويس جدا في خلال الفترة اللي فاتت ديت. عماد السنة دي عبر عن نفسه بشكل كويس جدا نهاية الموسم اللي فات مع المقاولين، والسنة دي ما شاء الله مع المقاولين محقق نتائج هايلة. صح. جدا جدا جدا. اللي بعده، صفقة يحتاجها المصري، صالح جمعة، عمر السعيد، حازم إمام. يحتاجها المصري، صالح جمعة، عمر السعيد، حازم إمام. لو مش ولا اسم من الأسماء مفيش مشاكل. عمر السعيد. عمر السعيد. لاعب بترفض رحيله عن النادي المصري، محمود وادي، إيزي إيميكا، أوستن أموتو. التلاتة مرفوضين من رحيل. التلاتة مرفوضين. انتوا مرفوضين تمشوا. الأفضل لكريم العراقي الانتقال إلى أهلي زمالك، الاحتراف الخارجي. خارجي طبعا. احتراف خارجي طبعا. أكبر أزمة في المصري هذا الموسم، الجماهير ولا اللاعب خارج بورسعيد ولا جودة اللاعبين؟ اللاعب خارج بورسعيد. اللاعب خارج مشكلة كبيرة جدا طبعا. احنا انا ما حسيتهاش الا لما رحت. لما رحت اللعيبه في تنقل دائم، رحاله يعني، رحاله واخد مجهود مادي وذهني وبدني. اللي بعده، اتمنى ان اتحقق حلمي واقوم بتدريب منتخب مصر، الاهلي، الزمالك. المنتخب طبعا. المنتخب هو قمه الهرم التدريبي. صح. من وجهة نظري أفضل مدير فني في مصر هو مين؟ إيهاب جلال، عماد النحاس، طلعت يوسف. كابتن طلعت. كابتن طلعت. لاعب كنت تتمنى تدريبه مين من الثلاث أسماء؟ بركات، أبو تريكا، شيكابالا. ثلاثة. ثلاثة. الثلاثة. بالترتيب. ثلاثة كل واحد، أبو تريكا، بركات، شيكابالا. أبو تريكا، بركات، شيكابالا. ايه اللي الكابتن طارق العشري ما عملوش ونفسه يعمله؟ ما حققوش ونفسه يحققه في الكوره. ناخد دوري. انك تاخد دوري. يعني اخدت كاس. انا اخدت دوري بره مع اهل طرابلس. لكن اخد دوري مصري. تقدر وفرقه من خارج الاهلي والزمالك. تقدر تاخد الدوري المصري مع النادي المصري؟ لو منها ما اشتغلتش على الطموح ده يبقى انا مقصر في حق نفسي. بعد كام موسم هتقول للناس انا اقدر اخد الدوري او تاخد الدوري مع النادي المصري؟ بعد كام موسم؟ حسب ما احس الفرقه بتاعتي انا عديتها ازاي والامكانيات اللي عندي ايه. اخدت وقت قد ايه عشان تجهز حرس الحدود ان هو خمس يعني سنين؟ من 2005 بنعد الكلام ده. خمس سنين. لا احنا وصلنا قمه الدوري 2010، الموسم 2011 2012. ست سنين كمان. بس قبلها الفرقه كانت مهيئه، يعني ابتدت تاخد كاس وابتدت تشارك في افريقيا. صحيح. اكتسبت الخبرات الكويسه، ابتدت ينكسر عندها الهيبه من الفرق الكبيره، لان احنا تفوقنا على الصفاقسي، تفوقنا على الترجي، تفوقنا على فرق كبيره جدا، سان داونز كسبناها. فلما كنا بنيجي نلعب الاهلي والزمالك ما كانش عندنا الهيبه اللي كانت موجوده في الاول. صحيح. كابتن طارق حضرتك شرفتنا ونورتنا، وانا استمتعت جدا جدا بالحوار مع حضرتك. انا اللي سعيد جدا كالعاده. ممتع كابتن طارق، وبشكرك طبعا، وبشكر طبعا الجهاز المعاون بتاعك طبعا، حامد طبعا. انا كنت طبعا معذبه عشان اجي، لكن شاكرين جدا، وانا سعيد باللقاء. ربنا يخليك يا رب. كابتن طارق بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بكام. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على خير. سلام عليكم.